أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد. الحقيقة معادنا النهاردة مع إنجاز جديد، إنجاز للعبة الحقيقة يعني بقالنا سنين عمالين نبني فيها عشان نرجع لمكاننا الطبيعي. الغطس لعبة كانت مهمة في النادي الأهلي وكانت مهمة وما زالت مهمة، ولكن بقالنا يمكن سنتين ثلاثة بنبني عشان نوصل للحظة اللي احنا هنكلمكم عنها دلوقتي. الفريق الحقيقة حصل فيه ثورة كبيرة جدا بأولاد النادي الأهلي، واستطعنا بعد 20 سنة كأس العام للعمومي يحصل عليه النادي الأهلي. هنفهم أكتر ده إيه، وهنفهم يعني إيه كأس العام العمومي حصلنا عليه إزاي، وإزاي السيدات العمومي عملوا إيه والرجال العمومي عملوا إيه. الكلام ده ما جاش إلا بتعب وعرق ومجهود من أول الموسم، ومش الموسم ده، موسمين ثلاثة فاتوا الناس بتبني، ولاد النادي الأهلي شغالين وبدون أي يعني زي ما بيقولوا بدون أي يعني فطور، شغالين بقوة لغاية ما الحمد لله الكأس رجع بعد 20 سنة. وإن شاء الله، طب ده النهاية؟ لا، دي مش النهاية، الموضوع لسه فيه كمان ولسه فيه كمان ولسه فيه طموحات هنعرفها أكيد مع طبعا كباتننا المنورين في الاستوديو اللي احنا بنحتفل بيهم وبنشكرهم على الإنجاز الكبير ده. طبعا برحب بالكابتن طارق الصغير مدير جهاز الغطس. أهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا وألف ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك، ودايما كده حاطين الأهلي في المقدمة. الحمد لله، يا رب يا رب دايما كده إن شاء الله، بتقدم وإزدهار إن شاء الله يا رب إن شاء الله. معانا طبعا نجمتنا ونجمة مصر ونجمة الأولمبياد، واللي إن شاء الله يعني بنأمل لها تعمل حاجة كبيرة جدا في كأس العالم في الصيف. معانا كابتن مها عبد السلام. يا كابتن اهلا وسهلا حضرتك، منورانا والف مليون مبروك. نور حضرتك. يعني عايزين نقول لك كنا بنتكلم في الكلام ده وانت الحمد لله يعني قاعده معانا النهارده ومحققه لنا كاس كبير زي ده. ميرسي، شكرا، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا. طبعا برحب باحد ابناء النادي الاهلي طبعا اللي يعني رجعوا النادي الاهلي وادوا له دفعه كبيره جدا وما تاخرش، اول ما حس النادي الاهلي عايزه كان موجود وسط اخواته، مش هنقول بقى طبعا يعني وسط اخواته ووسط لعيبته، معايا ومعاكم المدير الفني طبعا للفرق الغطس عامه كابتن طارق نبيل. اهلا بيك يا كابتن، منورنا تاني مره مع بعض. ميرسي، ربنا يخليك. الله يخليك، ميرسي جدا. ومعانا طبعا لاعب ناشئ وصاعد، ومبقاش ناشئ بقى نجم خلاص، ناشئ وصاعد وواعد، لاعب طلع مع العمومي او الفريق الاول الدرجه الاولى وعمل انجاز كبير ومنتظر له كمان انجاز اكبر مع الفرقه. معانا الكابتن بلال محمد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي، وكده وحش بطل ان شاء الله. ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. اجي لك يا كابتن طارق، يمكن البدايه مع حضرتك يعني كنا يعني مع بعض التقينا كتير وخططنا اللحظه دي كتير. انا ما خططتش بصراحه، بس انا كنت بحلم معك وحضرتك خططت مع النشاط الرياضي وخططت مع كل ولادك بالانجاز ده. كلمني منذ البدايه، من اول يعني يوم في الموسم. لا، البداية أول ما استلمنا الفرق ألعاب الماء كابتن وائل وكابتن فاضل وأنا، وكنا الغطس كان يمكن 3 4 5 لعيبة و 2 3 مدربين، وبدأنا نحط قاعدة من تحت عشان نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. بقى لنا 4 أو 5 سنين 6 سنين، بالذات لما يكون منافس عندك قوي زي نادي هليوبوليس، منافس قوي جدا. بدأنا نشتغل من تحت وبدأنا نشتغل مع الناس الكبار، بدأنا نهتم بيهم، جبنا جهاز فني كامل، استعنا طبعا بكابتن طارق ده ابن النادي وابو الغطس طبعا في مصر، كابتن اسامه خلف، جبنا مدربين محترمين واهتمنا بالولاد، شفنا مشاكلهم وبدأنا نحط لهم بروجرام طبعا فني مع كابتن طارق. اهتمنا بالقاعده من تحت بتاعت البراعم، من البراعم كمان احنا طالعين تاني فرق بونت عن نادي هليوبوليس، ناشئين برضو طالع تاني فرق بسيط جدا. عايز اقول لحضرتك يعني في تقدم في خلال مده 3 4 5 سنين في الغطس، دي حاجه كويسه جدا. صحيح، مش هنسب طبعا الفضل لحد معين، ولكن انت عارف عوامل النجاح بيبقى لها عوامل كتيره قوي، بدات من مجلس اداره لكابتن رؤوف لكابتن وائل عزت مدير، بالاضافه الى المجموعه المدربين واللعيبه انتظامهم اولياء الامور اللي بيتعبوا، في عوامل نجاح كتيره قوي. في الاخر احنا الحمد لله ربنا كرمنا بكاس العام وكاس السيدات، بس في عندي حاجات كده صغيره. لا، هنقول بس يا كابتن، هقول لحضرتك بالتفصيل، بس انا مش عايز اقول. لا لا، هقول لحضرتك خبر جنبي، مش ينفعش اتكلم. خبر كمان حلو للساده المشاهدين، فريق اليد 2013 النادي الاهلي النهارده المباراه الفاصله ابتدت الساعه 6 لكره اليد، واللي هيفوز طبعا هيشيل الكاس، كاس دوري السوبر او دوري المحترفين لكره اليد. النتيجه الان في الشوط الثاني 2013 النادي الاهلي، والله ان شاء الله ربنا يكملها بالخير، وانا كان عندي كل ثقه ان فريق اليد ان شاء الله يعني هيحصل على البطوله، والنتيجه هنتابعها اول باول معاكم، لان الحقيقه قلوبنا مع الفريق، لان الفريق ده بحقيقه
يعني ظلم بلسوء الحظ كثيرا يعني. ونتمنى ان شاء الله التوفيق واكيد هنتابعكم، واول ما المباراه تخلص اكيد هنفرحكم ان شاء الله. معلش انا اسف يا كابتن، بس ده يعني اخر فاكر بدل النادي الاهلي بتاع كده يعني. صحيح. هو النادي الاهلي بتاع الماتشات الاخيره وماتشات البطوله وماتشات الحاسمه. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. كابتن طارق بقى اجي لك يعني، استلمت المهمه وحلمت وتعبت وقلت انا جاي اعمل حاجه. كلمني من اول يوم قعدت مع كابتن طارق ومع الجهاز وكابتن وائل وقعدت مع كل الناس، قول لي كنت شايف ان تتحقق ده السنه دي ولا لا؟ لا، هو الانجاز بتاع العمومي دوت ما كنتش شايف ان انا هحققه السنه دي يعني. انا كنت حاطط تارجت حاجات تانية خالص، بس انا وانا كنت شغال المره اللي فاتت قلت لك انا بفكر في الدرع العام. صحيح. فالدرع العام دي يعني انت لازم تبقى جامد في قطاع البراعم، قطاع الناشئين، قطاع الدرجه الاولى. فكان البلان كان قدامي حاطه 4 سنين قدام ان احنا نلعب على الدرع العام. الدرع العام 4 سنين ان انت تطلع تكسب، بعد 4 سنين يعني مش هتخسر يعني. صحيح. صعب اول سنه تحقق انجاز، او صعب يعني ممكن تاخد كل سنه خطوه، انما دي حقيقة. ما خدنا في دماغك خدنا لعبنا بطولة الجمهورية اللي كانت من 4 شهور دي، خدنا فيها كاس 11 سنة بنات. البطولة دي حافظنا على نفس الكاس تحت 11 سنة، كاس 11 سنة بنات برضو خدناه. ما سبناش اللي احنا كسبناه، بل بالعكس زودنا تاني. كنت حاطط امال على الناشئين، حصل عندي شوية اصابات يعني خلاني يحصل لي دروب في ان انا ما اخدش كاس الناشئات يعني. عندي بنت اتصابت في البطوله فدي رجعتنا ورا. ابتديت نفكر انا والشباب ان احنا لازم نعمل، وكان معانا كابتن طارق، ان احنا لازم نعمل في بطوله العميمي بالذات نعمل حدث كبير. كان في ايديهم ان هم يعملوه. ابتديت اشوف كده الدنيا، لقيت الدنيا قدامي مفتوحه، ان المكسب قدامي ممكن اكسب نقدر. فتلميت معاهم، اتكلمنا ان انتوا لازم تعملوا حاجه ما عملناهاش بقالنا 20 سنه، هتكتبوا التاريخ. صحيح. فهم ما كسفونيش بصراحه يعني. صحيح. بس خد بالك يا كابتن، يعني لما بتبتدي اول خطوه بانجاز انت لازم تحافظ عليه طبعا. يعني لا، انت بادئ بانجاز كبير. الحمد لله. انجاز احنا بنحييك عليه انت والجهاز كله طبعا. الحمد لله. كل القائمين على مش بس العاب الماء والغطس، كل السباحه الحقيقه، كل العاب الميه عامله انجاز كبير السنه دي. ولكن انا بتكلم على بالذات الغطس، لان احنا كنا بدايه الموسم قاعدين مع بعض، اول خطوه ابتديت بانجاز. الحمد لله. ايه اللي بتحلم بيه تاني؟ لا ده لسه في كتير. طب ما تقول لي عشان خد بالك احنا بنسجل وفاكرين. لا انا اول لقاء معاك قلت لك انا بحلم طبعا بالدرع العام للنادي الاهلي يعني. ده الدرع العام ده يعني قادرين على دوري خلاص. ده اكتر حاجه غير قادرين على دوري باذن الله ان شاء الله. ده التارجت بتاعنا البطوله الجايه يا كابتن هيثم ان شاء الله يعني. احنا النادي الاهلي ما بيطلعش الا اول ان شاء الله. ان شاء الله. وشايف ده ممكن يا كابتن طارق يعني نقدر نعمله، ولا محتاجين دعم؟ محتاجين ايه بالظبط يعني؟ انت شايف ده ولا تمرين زياده؟ أنا تركيز نقفل على بعضينا؟ ما هو هنقفل لازم هنقفل اكيد. صحيح. الطلبات اللي انا طلبتها على قد ما قدروا يعني. انا لو طالب 5 6 طلبات الناس حققت لي منهم جزء كبير 90%، فما حققوا لي لا، والحمد لله ان انا يعني ما طلبناش حاجه ما عملناش بيها شغل، لا اللي احنا الطلب والانجاز هو اكبر دليل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. من يعني مزينه الاستوديو الحقيقه، لان انا دايما بحب رحلات الكفاح. انا دايما كشخص احب التحدي، احب واحد يحط قدامه هدف صعب ويوصل له. وانت نجحت مع الجهاز، مع كابتن طارق وكل الجهاز، انتوا تحققوا مع اللعيبه ايضا، حطيت ايديكم في ايدين بعض وحققتوا انجاز كبير. والحقيقه طبعا يعني مش هينفع بقى ما اجيبكيش بقى بصراحه، مش هينفع يعني. نجمه كبيره انت، نموذج الحقيقه يعني يحتذى به والله في كل شيء، خلقا ومستوى فني وتألق. والحقيقه يعني اي حد ما شاء الله يعني عنده بنت او اخت ما كانش تبقى احسن منك الحقيقه. والحقيقه دي انا بقولها على الهوا، لان انت فعلا مثل وقدوه. شكرا. والانجاز اللي انت عملتيه السنه دي مع النادي الاهلي يتضاف ليكي ولتاريخك. اكيد. انت كان معاكي مجموعه من بنات صغيرين احتوتيهم، كلميني على الانجاز ده. طبعا انجاز حلو جدا يعني. اول مره احس بالانجاز ده الصراحه يعني، في انجازات تانية بس اول مره احس بالانجاز ده ان انا اخد كاس مش ليا انا بس كاس للنادي يعني. طب ليه طعمه مختلف الانجاز ده ليه؟
عشان انا بحقق حاجه من النادي، يعني انا حققت حاجات كثيره لنفسي الحمد لله، بس في حاجه طبعا اكتر، لكن حاجه للنادي طبعا حاجه فريده من نوعها الصراحه. يعني اما اجيب الكاس للنادي، النادي يفرح كله، فطبعا دي حاجه. طبعا معايا مجموعه البنات كان معايا طبعا، ف يعني ولا يمكن عشان انت كان عليك المسؤوليه الاكبر، يعني الفرح بيبقى على قدر المسؤوليه. يعني انا الصراحه البطوله دي كنت بفكر قوي في الموضوع كاس للنادي يعني الحقيقه، فكنت يعني الضغط مش عشان اجيب مثلا ميداليه، لا عشان اجيب كاس للنادي والبوينتس تتحسب فنجيب كاس للنادي. وكمان معها في حاجه برضو، انت يعني باسكندريه، ما انا ليه بقول لك انت مكافحه كمان ومثل اعلى الكتير طبعا، اللي عايز يتعلم يتعلم منك بصراحه في كل حاجه. شكرا. فانت يعني اسكندريه دراسه، قاعده في القاهره، تحدي غير طبيعي، ممكن ما تكوني ما بتناميش، ممكن تكوني بتذاكري وانت في القطر وانت في العربيه، يعني قصه كفاح ما بتعطلكيش دي شويه يا بها؟ يعني ما تقوليش لا انا تعبت بقى شويه كده وبتاع؟ اكيد في اوقات بيحصل فيها كده، بس لا يعني بحاول بصراحه، ليا هدف وعايزه اوصل له، فبحاول يعني خلاص، يعني انا مشيت مشوار طويل فعايزه اكمله يعني. طب كاس العالم ايه؟ بطولة كاس العالم دي كاس عالم في الصين، مسافرين ان شاء الله 1/6 ده في رمضان. ربنا معاك. فكمان مشكله كمان في رمضان داخل والتمرينات طبعا زي ممكن انا مش في رمضان، ف مع المنتخب بتمرني فين؟ مركز اولمبي ولا فين؟ لا في نادي الجزيره. نادي الجزيره برضو يعني في القاهره برضو يعني يعني هنجيبك. طيب والبطوله 1/6 دلوقتي ابتديتي تمرين مع المنتخب؟ احنا لسه مخلصين بطوله، ففي راحه سلبيه دلوقتي، وان شاء الله يعني من بكره ان شاء الله ابدا اشتغل ان شاء الله. طيب كاس العالم انت شايفه نفسك فين؟ انا مش عارف الصراحه، اصل يعني رياضه الغطس عامه يعني بتتطور بسرعه وبتتغير بسرعه. يعني ممكن بطوله يبقى في حد في مكان، وبطولة تانية يبقى في مكان تاني، فهي بتتطور بسرعة، في تغيرات كتيرة. وانت اتطورت يا مها، يعني خلي بالك انت دلوقتي غير ريو دي جانيرو. يعني انت دلوقتي غير ما كنت في ريو، واكيد تحسنتي، واكيد البطولة اللي اشتركتي فيها مع هولندا مع نادي اكيد طبعا اكيد فادتك، ولا انا غلطان؟ لا طبعا احتكاك كويس، وفي كمان دول بقت تظهر، ف يعني في احتكاك كويس يعني. صحيح. طب قولي لي يعني المنتخب ما فيش احتكاك قبل ما تروحي، ولا هتروحي على البطولة على طول؟ لا حاليا في هي البطوله دي كاس عالم يعني ما على فيش طول. هو يعني يمكن الاحتكاك المحلي كان هو الاكتر بالنسبه لك واهتمام بالنفس. احتكاك محلي واحتكاك كمان هولندا، يعني الموسم ده في هولندا، واحتكاك بطوله كاس مصر طبعا ده احتكاك قوي، واحتكاك في هولندا، فده يعتبر اهلني يعني مؤهلني شويه. كاس العالم من كام لكام يا ماهي؟ يعني من 1/6 من 1، هي المفروض البطوله من 5/6 لحد 10/6، بس احنا مسافرين المفروض من 1/6. بعد كاس العالم عندك حاجه؟ لا لحد دلوقتي لا. انت بتقولي ارحمني بقى خلاص، سيبني كده شويه بقى، سيبوني اريح شويه بس. يعني انت بتهيألي هدفك الاكبر للاولمبيات اللي جايه، صح ولا انا غلطان؟ هو ده اللي انت عايزاه. يعني انت عايزه تجيبي ميداليه لمصر. يا رب يا رب ان شاء الله. بس لما تجيبي ان شاء الله يا رب ميداليه، تعالي بقى انا احطها هنا في الاستوديو. يعني انت جاي كتير، انا هو الاستوديو وشه حلو عليها. يا رب يا رب. لا كل ما تيجي هنا بتيجي تعمل حاجه كويسه. لا ما هو وشها حلو على اي حد، يعني نجمه كبيره ومجتهده زي ما قلت لك، انت مثل على البنات كتير جدا. خلي بالك ده دايما هتلاقي البنات الصغيرين باصين لك، فان شاء الله تفضلي مثل اعلى ليهم على طول ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. جي لك يا بلال بقى، انت يعني فاجئتنا كلنا. يعني يمكن كابتن طارق قعد معاك وقال لك. انا بس في حاجه عايز اقولها، فضل. بلال بالذات دونا عن اللعيبه، طبعا اللعيبه كلها لها مجهود مشكورين عليه. بلال كان عنده اصابه، عمل عمليتين. عمل عمليتين في ركبته. في ركبته، في الركبه. يعني رجع قبل البطوله بالظبط بشهر و10 ايام. اتمرن كويس جدا، واتمرن مع كابتن اسامه كساب، وهو برضو راجل مش معانا النهارده، ولكن له تحيه كويسه جدا ان هو اللي اهتم ببلال وقومه، وفي ظرف شهر ونص اعد بلال، ولقيت بلال. انا فوجئت نفسي وانا في البطوله، فوجئت بمستوى بلال ان هو بينط كويس جدا وبيحصل على ميداليات، وانا ما كنتش متوقع ده. كان بقاله سيزون ونص ما لعبش، يعني سنه ونص. سنه ونص ما بيلعبش وعمليتين. والصليب دي جات لك في ماتش بلال ولا لا؟ مش صليب، يا ريت صليب، يا ريت. ده في دكاتره قالت ان هو ما لعبش تاني. يا خبر ابيض. مش هيلعب تاني. ما شاء الله بطل يا بلال. لا انت بجد بطل. خلي بالك اصعب حاجه، انا ممكن اتحدى منافس،
ايا كان قوته. انما اصابه صعبه. بس الاصابه هي الاصابه صح. بس برافو عليك يا بطل. يعني بص انا عايز اقول لك كلام كلام كابتن طارق ليك النهارده ده الحقيقه يعني تحطه يعني وسام كبير. ليه؟ لان مش بس المستوى الفني الواحد يبقى حابب الناس تقوله ولكن التحدي. طب قول لي لما بدات ترجع من الاصابه، خلينا بلاش نتكلم عن الاصابه والفتره الصعبه، اول ما بدات تنزل اول تمرينه كنت حاسس بايه؟ اكيد باختلاف يعني، بقالي فتره ما اتمرنتش وخايف ان انا انزل بطوله تانية عشان رجلي. في نفس الوقت كان المدربين بيساعدوني على كده ان ارجع انزل والبطولات والجو ده. حتى كنت انا ساعات بقول لهم مش عايز انزل، يقولوا لي لا انزل ارجع اللعبه تاني. دوك الثقه. اه طب قول لي كان المشكله في العوده في الاصابه يعني، او تنزل الملعب حته البدنيه عايز تحس ان جسمك فت تاني وان انت جسمك بيستجيب لان الغطس حركاته صعبه وعنيفه وتغيير اتجاهات فظيع. هل ده وفي الهواء كمان، هل ده كانت المشكله عندك ولا المشكله من الناحيه الفنيه ان انت ترجع تاني فنيا؟ ايه كانت المشكله عندك؟ لا كانت المشكله الاكبر في الحركات، ان انا في ركبتي بخاف ان انا احمل عليها، ان انا ارجع تاني اقعد في البيت، هي دي كانت المشكله الكبيره. حبيبي والله العظيم مش عارف اقول لك، انا والله العظيم بجد انا بجد يعني لا حاجه بطل يعني بجد. لا بقى كابتن ناسف احنا كنا منزلينه عشان يبتدي يرجع عشان نجهزه للبطوله اللي جايه. عارف ليه يا كابتن؟ ففوجئنا بالتحدي ده والاراده اللي هو عايز. طب قول لي بقى لما طلعت، خليه بقى في اللحظه اللي هي زي ما بيقولوا بقى اللحظه الايه الفاصله، لما طلعت على الـ على الـ على الستاند وبدات تنط وحسيت انت هتاخد ميداليه، يعني حسسني بالبطوله. سيبك من التمرين كلنا بنتمرن، لما نطيت وقلت لقيت نفسك اديت كويس وطلعت على الميه، حسيت ان انا اصلا نسيت الاصابه وانا في البطوله، كنت تقريبا ناسي الاصابه، ما حسيتش برجلي يعني، كنت رجلي تمام مفيش اي مشكله. طب قول لي بامانه يعني باباك ومامتك كان شعورهم ايه ايام الاصابه؟ تقريبا بابايا ما كانش بينام، ومامتي كانت دايما قاعده جنبي، قعدت فتره كبيره في البيت. وحييهم من هنا، حي طبعا والد ووالده بلال الحقيقه، لان انا عارف يعني ايه بطل يكون مصاف في بيت وقد ايه الوالد والوالده بيبقوا يعني متاثرين جدا. يعني كل التحيه والتقدير ليكم ان انتوا رجعتوا بلال تاني الحقيقه، لان هو الواحد عارف يعني ايه شعور ام يبقى ابنها بطل واتصاب وممكن ما يلعبش، وفي نفس الوقت شعور الاب. كل التحيه والتقدير ليك، وكمان كل التحيه والتقدير ليك يا بلال. بس قول لي وانت واقف بقى على البطوله بتاخد ميداليه وات ايفر، خلي بالك انت تاخد ميداليه ده انجاز، اول تاني تالت، انا مش عايز اعرف يعني مش عايز اعرف انت كنت يعني ميدالياتك ايه، بس انجاز، شعورك ايه وانت طالع تاخد الميداليه؟ مش عارف بصراحه، بس كان احساس جميل اكيد ان انا بعد سنه ونص اطلع استلم ميداليه وانا لسه مصاب، ما رجعتش قوي، ده حاجه كويسه جدا. وانت صغير لسه كمان انت لسه قدامك في الناشئين برضو سنتين، بتهيألي يا كابتن مش كده؟ سنتين؟ سنه اه يعني لسه قدامك. طب بتحلم ترجع المنتخب تاني؟ ان شاء الله ده التارجت اللي جاي. طب ويعني لا يعني رجوعك للمنتخب يعني ما اعرفش، رجوع التمرين بعد كده المنتخب لسه لحد دلوقتي ما يعتبرش رجعت التمرين زي الاول. يعني انت عايز ترجع طبيعي؟ ارجع اعمل نفس حركاتي ونفس المستوى اللي كنت فيه او احسن كمان. طب الفتره اللي جايه بتهيألي مش هتاخد راحه، يعني هتتمرن ازاي؟ هتعمل ايه؟ هرجع الاول فيتنس، بعد كده ابدا بقى على البورد اخد الثقه بتاعته زي زمان. لازم تاخد الثقه تاني على البورد، ما تخافش. هي الاصابه جات لك وانت بتنط يا بلال؟ كانت في انهي ملعب، عندنا ولا بره؟ لا في نادي الجزيره. نادي الجزيره كنت وانت بتلعب مع النادي الاهلي مش كده؟ وعملت كذا عمليه، عملت عمليتين. وهل سافرت بره ولا كان هنا؟ لا كانت في مصر. كان هنا. وطبعا رحله العلاج الطبيعي طبعا كانت رحله عذاب اليم. صحيح ولا لا؟ طب قول لي، خلينا نقول انت ليك اخوات يا بلال؟ اخت بنت. بتلعب غطس برضه؟ لا في البيت. يعني جامعه. جامعه. يعني انت الوحيد الرياضي. يعني اختك هي كانت بتلعب ووقفت لما اتجبت. طيب وشايف الدراسه ازاي مع العوده تاني مع التمرين الاكتر؟ انت بتدرس طبعا دلوقتي بيزنس تقريبا مش كده؟ طيب شايف الدراسه ازاي مع التمرين؟ هتعمل ايه بقى في الصيف ورمضان جاي وعايز ترجع؟ هي الدراسه يعني في الصيف مش تبقى موجوده قوي، فالتمرين هيبقى تقريبا كل الوقت. تمرين. طيب ومنتخب سنك دلوقتي عنده اشتراكات؟ يعني هل فاتك حاجه السنه دي ولا في حاجه فاتتني السنه دي؟ بس ان شاء الله مش هيفوتك، انت عندك لسه مستقبل كبير. يعني مستقبل كبير. وخلي بالك برضو كابتن طارق لما يحط فيك الثقه ده اكيد هو عارف يعني مش بيحط الثقه في اي حد تماما، ان انت ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب. وانا بحييك بامانه يا بلال، يعني انت بطل، انت تحديت اصابه وتحديت كلام الناس ان لا مش هيرجع، ده مش هيقدر، مش هينفع يلعب تاني، انت تحديت حتى كلام الناس.
ان شاء الله بس حافظ على نفسك بقى والفتره الجايه وترجع زي الاول ان شاء الله. يمكن اجي لك يا كابتن طارق بقى، انت كان عندك حكايات عايز تقولها وعايز تقولها. على مناسبه بلال، انا لما بلال رجع من الاصابه وبدا يتمرن وانا عندي معلومه ان هو كان مش هيرجع تاني، وانا حتى رحت كلمته قلت له بلال انا عايزك تتمرن، احنا عندنا في الغطس ممكن نستعين بالولاد اللي هي بتخلص بدري. انت مش عايز تزعله؟ عايزه يبقى معانا، شايفه بيجي يقعد، حتى هو كان مصاب بيمشي على العكاز بيجي يقعد في وسطينا بيتفرج على التمارين. قلت له بلال لو عايز حابب تبقى مدرب انا ممكن اخليك حبيبي مدرب وبتاع. وبعدين اذ افاجئ بان كابتن اسامه كساب بيقول لي ده نط وبيشتغل نطاط وبيعمل فيه درجات صعوبه بيعملها اللي هينزل البطوله اللي جايه. انا ما صدقتش. بس انا بجد بلال يعني نموذج زي يحتذى به زي مها بالظبط عندنا، وفي نماذج اخرى عندنا كتير على فكره، بس ده عشان يعني انا بصراحه ما كنتش مصدق ان هو يرجع في شهر ونص. وعلى فكره يا كابتن يعني ده انجاز واعجاز، بس خلينا نقول برضو احنا متابعين كره اليد 23-19 دلوقتي النتيجه للنادي الاهلي، والدقيقه 21 فاضل 9 دقائق ان شاء الله الرجاله يكملوها على خير باذن الله. 9 دقائق بس نلعب رجاله وان شاء الله نعدي بالمباراه الى بر الامان. طب كابتن كلمني يعني خلاص انجاز، كابتن محمود الخطيب كان قال كذا مره قال لك اي انجاز بقى تاريخ خلاص، من ساعه ما انت نزلت من على الستاند بتاع المركز الاول خلاص نسينا الفتره الجايه بتخطط ازاي؟ هو الاول الكابتن بعد اذن حضرتك، بس هو الفتره اللي فاتت اولا احنا كنت عارف حضرتك في اللقاء اللي فات قلنا كنا شغالين بطوله جمهوريه وكنا طالبين ان احنا نعمل معسكر في او نشترك في بطوله بتاعت سنت في هولندا، وكانت البطوله دي اعداد لبطوله كاس مصر، ودي يمكن اول ما المجلس تم تولي المسؤوليه على طول اول قرار في أول اعتقد في اول يعني أول, في اول اسبوع ما عداش اسبوع او اسبوعين في اول جلسه بالظبط. وكنا لسه بنلعب رانيا علواني طبعا انا فاكر، وطلعت معانا الدكتوره رانيا علواني طبعا وشافت المجهود اللي اتعمل هناك. احنا كنا بندخل البسين الصبح الساعه 7 الصبح بنخرج الساعه 9 بالليل ما شفناش شمس يعني انا طلعنا رحنا هناك ما شفتش الشمس والله. وكانت بطولة قوية جدا، اشتراك 36 فرقة ما بين منتخبات وما بين أندية. أنا شفت الأولاد هم بينطوا وشفت واتكلمت يمكن مع كابتن طارق هناك وكابتن أسامة، يعني أنا ما كناش طلعنا رقم 11 وإحنا مشتركين بعدد قليل مش بفول تيم، فدي تعتبر حاجة كويسة. في النجاح دايما بيبقى له كده محدش جاله عاد احتراف، مها ما جالهاش عاد احتراف. ما شاء الله لعيبة جامدة عاد احتراف مها صح؟ قولي لا هم جولنا انفيتيشن دعاوي عشان نشارك معاهم في البطولات. نعم تتمرن معاهم نشارك في بطولات معاهم شارك في بطولات جالنا بعد ما رجعنا ولا لا واحنا هناك واحنا هناك. والبطولات شافوا المستوى فقال لك لا عايزين نلعب معاهم ونحتك معاهم. جالنا دعاوي كتير يعني واكيد بتهيألي يا كابتن يعني السنه الجايه بتفكر تشارك برضه ان شاء الله لو في نصيب ان شاء الله، يعني طالما في نجاح وفي امكانيات ومجلس الاداره بيتيح لنا ده السنه دي مش السنه الجايه السنه دي ان شاء الله كويس. يا ريت نعمل واحده في اول السنه واحده في اخر السنه، لان احنا برضه عندنا الدرع العام برضه غايب بقاله فتره كبيره جدا، هو ده اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه. كابتن طارق يبتدي يشتغل عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله وربنا يكرمهم، واحنا في ظهره ومجلس اداره في ظهره والناس كلها. يا كابتن برضه يعني بعثه الواتس يعني كم فرد بيت 8 7 ما بتتكلمش كتير وبالتالي النادي الاهلي عمره اتاخر وحتى ما بتتكلم كتير لانه مهم الاحتكاكات ولا يا كابتن طارق رايك؟ بالظبط لا اكيد اللي حصل دوت بسبب الاحتكاك يعني طيب المدرب بيستفاد في الاحتكاك زي زلاقه اكيد بس هو ده اللي طبعا اكيد صحيح وانا متفقين مع كابتن طارق ان لازم يبقى المدربين يبقى عليهم الدور ان هم صحيح يعني واحد يطلعوا بين المدربين صحيح. كل سنه ناخد مدرب ويطلع يبص برضه يتفرج على البطوله عايز مش لعيبه بس الموضوع مش في اللعيبه بس لازم مدربين يشوف معامله كابتن طارق ازاي مع اللعيبه قبل البطوله بتوجيهات الحاجات دي تفرق جامد قوي دوليا صحيح حتى وانا قاعدين هناك بنتفرج على المدربين بتاعت الفرق اللي من الصبح لغايه الليل كل ده احتكاك والله انا ما شفتش شمس روحنا بنروح من الساعه 7 الصبح باجي لحد الساعه 9 بالليل صحيح بدخل ما فيش والله يا كابتن انجاز كبير وانا بشكركم عليه بس طبعا دي الوقت وطبعا نستقبل بقيه النجوم إن شاء نجومك الله. وابطالك يا كابتن بشكرك ولادي لسه برضو عندنا مها عندنا هنا عندنا شهد وايمن كله هينضم لنا زياد يسري ان شاء الله باذن الله في مجموعه كويسه ان شاء الله بشكرك يا كابتن طارق ربنا يخليك يا كابتن سهل نشكر حضرتك ومزيد من التوفيق ودايما ضيف العزيز ان شاء الله يا رب ان شاء الله وانا بستبشر بيك على فكره طب لا يا كابتن والله باجي هنا ببقى ربنا بيكرمني انا واحد خالص في كل ده بالعكس احنا بنظهر مجهودكم يا كابتن ربنا يخليك كابتن طارق نورتني وشرفتني وسعيد جدا بشكر حضرتك والله انا ودايما تكون يعني
زي ما بيقولوا يصائد البطولات ان شاء الله باذن الله. اشكرك وسيمها جود لك ربنا يوفقك وتابعك في كاس العالم باذن الله. اشكرك نورتني وشرفتيني. شكرا بلال، الحمد لله على سلامتك والف مليون مبروك وشرفتنا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل عشان نستقبل كل نجومنا النهارده. معانا عدد كبير من النجوم، يا ريت الاستوديو يقدر يشيل كل المجموعه. فاصل صغير وارجع لحضرتك. بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم مع فريق الغطس اللي ما حضرش معانا من اول الحلقه. الغطس السنه دي في النادي الاهلي عمل انجاز كبير الحقيقه على مستوى العمومي رجال وسيدات. ناخد كاس العمومي، الرجال طبعا السيدات خدنا اول، رجال تاني المجموع. كاس العام العمومي ده كاس غاب عن النادي الاهلي لمده 20 سنه، والحقيقه من 3 4 سنين شفنا مع كابتن طارق يعني في الفقرة الأولى إزاي بدأ بناء هذا الفريق وبناء الفريق رجال وسيدات. أكيد مكملين مع حضراتكم، وبرحب بكابتن أسامة محمد المدرب العام اللي انضم لي في الاستوديو. أهلا بيك كابتن أسامة. أهلا وسهلا، منورنا وألف مليون مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. بينضمنا طبعا نجمة الفريق والصاعدة طبعا بقوة إن شاء الله، والحقيقة كانت مفاجأة كبيرة أكيد في البطولة. معايا طبعا مايا عبد الحميد، إزيك يا مايا؟ الحمد لله. وألف مبروك. ان شاء الله مزيد من البطولات والانجازات مع النادي الاهلي ان شاء الله. معايا طبعا لاعب او غطاس النادي الاهلي اللي قاعد يعني هو الناشئين وطلع مع الفريق الاول وايضا عمل انجاز كبير مع بلال اللي كان في الفقره الاولى. معايا طبعا زياد يسري، اهلا بك يا زياد. منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن ابتدي طبعا اكيد كابتن اسامه. كابتن انت من بدايه الموسم كنا بنتكلم مع كابتن طارق وقال انه ما كانش حد يتوقع ابدا الانجاز ده. احنا قلنا هنحط بلان لان احنا شغالين من 3 سنين اوريدي، هنحط بلان لثلاث سنين قدام. كلمنا عن بدايه الموسم، معسكر هولندا، يمكن حضرتك مدرب عام فانت قريب اكتر من الميه مع اللعيبه، شايف ازاي الموضوع؟ والله احنا ابتدينا السيزون حطينا، قعدت مع كابتن طارق، انا رحت دخلت اتحطيت في التشكيل قبل كابتن طارق بشهرين، وبعد بس طبعا كان في تنسيق معاه، وهو جالي بعدها بشهرين، قعدنا مع بعض طبعا حطينا البلان اللي احنا هنشتغل عليه. بدأنا مع الفرقة طبعا من الصفر خالص، بنحاول نحط سيستم ونعودهم على السيستم بتاعنا، لان اللي كان قبل كده اللي كانوا شغالين كان السيستم مختلف تماما. الحمد لله عملنا فترة اعداد كويسة جدا، واللعيبه طبعا ساعدتنا على كده. كنت بتمرنوا كام يوم يا كابتن او في الاسبوع، وكم تمرينه في اليوم؟ 6 وحدات تمرينيه في الاسبوع، يوم واحد راحه. التمرينه كام ساعه كابتن؟ بنشتغل التمرين 6 ساعات، بنقسمها احماء، فتنس تخصصي عضلات معينه، وبعد كده ميه، وفي جزء للترامبولين ساعات بنشتغل ترامبولين برضو. ده كل ده في تمرين الواحد، كل ده في تمرين. طب خلينا كابتن بس انا اسف اقطع حضرتك، كره اليد الفريق اللي طبعا 27 25 نادي الاهلي، فاضل دقيقه يا رب هانت، يعني يمكن الدقيقه دي تقريبا بتقريبي كده 3 هجمات ان شاء الله. 27 25 نادي الاهلي يا رب، تفصلنا يعني ثواني يا رب عن تتويج النادي الاهلي ببطوله دوري السوبر لكره اليد، يا رب يكرمهم ان شاء الله ويبقى يعني خير تعويض يعني لينا عن بطولة السوبر الافريقي. اتفضل يا كابتن. عملنا فترة اعداد كويسة جدا، ساعدنا فيها طبعا جهاز. طب الجيم يا كابتن بيبقى داخل من فترة التدريب ولا الجيم ممكن تجيبهم في وقت منفصل، ممكن تجيبهم الصبح يعني الجيم، ولا اثناء التمرين ممكن بعد ما نخلص تمريننا؟ لا، يا قبل يا بعد. يا قبل يا بعد، يعني على حسب البرنامج، يعني حسب مطلوب النهارده ايه. طب المطالب من لعيب الغطس ايه في الجيم؟ هل كتلة عضلية؟ هل مطالب منه مرونة؟ ايه اللي مطالب منه يعني؟ طبعا رقم واحد المرونات، رقم اثنين الرشاقة، والتحمل ما عندنا مش قوي، لان احنا لعبتنا مش محتاجة تحمل، ما فيهاش نفس ولا فيها تحمل عضلي خالص. هو اللعيب بيطلع ينط نطة واحدة وبيكرر المحاولة
حوالي في ناس بتعمل 10 وفي ناس بتعمل 9 وفي ناس بتعمل 8. محتاجه تركيز ومرونه صح؟ محتاجه تركيز اكتر حاجه طبعا والرشاقه لازم تكون عاليه جدا عشان يعرف يغير اوضاع جسمه في الهواء. انها هي لعبه يعني هي سهله بس في نفس الوقت صعبه. طب هسألك سؤال يا كابتن، يمكن الناس برضو الغطس الناس مش فاميليار بيها قوي، ازاي تشوف اللاعب وهو صغير تقول ده ينفع يلعب غطس؟ شوف يعني تشوف اللاعب ايه او اللاعبه وهي صغيره تقول دي تنفع تلعب غطس؟ إيه مواصفات جسمه طبعا بيبان جدا في شكل معين كده اللعيب الغطس. احنا اول ما يعني اول ما حد بيجي لي من صغره بقول اللعيب ده هيبقى كويس. عضلاته يعني بتبقى رباني كده طالعه لوحدها من غير ما يكون مثلا مارس رياضه قبل كده او اي حاجه. وبعد كده احنا بنأهله واحده واحده لغايه لما يبقى بطل. بيتعلم سباحه الاول اكيد شويه، لازم يكون جاي لي بيعوم، بيعرف يعوم، بيعرف يعوم لازم طبعا ما طبيعي. بس اللي اقصد اقوله انه لازم بياخد جرعه سباحه الاول وبعد كده يقلب على الغطس تاني. بالظبط كده. وبعد كده يبتدوا يتمرنوه. طب الحركات يا كابتن اللي بيعملها في الهواء اللاعب محتاج يعملها على الارض الاول صح ولا غلطان؟ محتاج يتمرن عليها طبعا. حضرتك قلت لي يعني الموضوع ده بنعمله ممكن منفصل، بتعمله ازاي؟ بنجيب اللعيبة الأول بنعودهم إن هم ينطوا برجليهم ووشهم أمامي وخلفي من على الأرض خالص. تمام. ستيب باي ستيب واحدة واحدة. بنعلمهم إزاي يخشوا المية بدماغهم. بعد كده بنبتدي بقى نخش على الحركات اللي هي الصعبة. بعد كده بنبتدي برضو من تحت خالص من على الأرض، وبعد كده نطلع 1 متر 3 متر 5 متر لغاية لما نوصل لعشرة. يمكن الغطس أقرب لعبة ليها الجمباز. بالظبط. وهل بتحتاج تاخد اللعيبة ساعات وديهم جمباز؟ طبعا طبعا. أنا اللعيب لما يكون جاي لي من الجمباز ده بيوفر عليا مجهود جامد جدا. صحيح. لأنه أوريدي بيبقى محطوط فيه البيزكس اللي هي بتاعتنا اللي في الأول خالص. وبزيادة. بزياده. وبزياده كمان، لان الجمباز اعنف من الغطس. صحيح. لان هما بينزلوا على سطح صلب الارض، لكن احنا السطح بتاعنا هو مش سائل، مش سائل بس هو يعتبر صلب. لا خد بالك الارتفاعات العاليه دي الميه والارض بيتساووا. بالظبط بيتساووا، بيبقى السطح صلب. بس يعني موضوع يعني شيق، وبتهيألي انتوا بتتعبوا جامد جدا عشان تلاقوا لاعب يصلح انه يبقى لاعب مميز طبعا. وعايزين واحد متفرغ في الوقت. صحيح. عشان طبعا. عشان نخلي يظهر بالمظهر في الاخر اللي هو اللي حضرتك بتشوفه في لعبتنا. يعني الله ينور عليك، انا نفسي استفدت منك والله يا كابتن. ربنا يكرمك يا رب. ما يجي لك يمكن الغطس لعبه شويه مش كل البنات بتحبها، طب ايه اللي خلاك تروح للغطس؟ كنت العب جمباز، فهي كابتن شافتني وقالت لي جت تشوفني يعني عشان شفنا عندي مرونه وكده، فلقيتني كويسه فطلبت ان انا اخش. جربت تخش. طيب هستاذنك معلش، الف مليون مبروك النادي الاهلي لكره اليد، هو بطل دوري السوبر. الف مليون مبروك. 27 26 خلعوا قلبنا معاهم، بس الحمد لله النادي الاهلي بطل. النادي الاهلي بطل مصر 2017 2018. الف مليون مبروك. بطوله دخلت تاني النادي الاهلي، بطوله جديده. النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، ابطال الكؤوس، خد كمان بطوله الدوري. الحمد لله الفريق يعني بشكل كبير جدا النهارده عوض جماهيره، وزي ما وعدوا قالوا يعني هم قالوا هنعوض الجماهير عن كل بطوله هنخشها. والكلام ده حصل لما كان معايا عبد الوارث معايا، وكان معايا كمان بكار، والاثنين قالوا احنا مستنين اليوم ده. اليوم جالهم، عرضوا لظرف صعب جدا، خسروا مباراه اول امبارح من نادي الزمالك ايضا، ولعبوا مباراه فاصله النهارده. هو ده التحدي، هو ده النادي الاهلي. مفيش مستحيل، خسرين مباراه اول امبارح ولعبنا مباراه فيصل تاني. في العادي اللي بيكسب المباراه اللي هي بتبقى على البطوله بيخسر الفيصل، دي بتحصل دايما او بنسبه كبيره جدا لان الاحباط بيبقى عالي. ولكن شفنا النهارده النادي الاهلي وصل الفرق لسبع اهداف كمان اثناء المباراه. الف مليون مبروك كابتن عاصم، الف مليون مبروك اللعيبه، اكيد هنحتفل بيهم. لسه عندهم كمان كاس مصر، واكيد ان شاء الله هيفرحونا. معلش يا مايا، انت الخبر اتبلغت وانا بكلمك، فاكيد انت وشك حلو على النادي الاهلي كله. فقولي لي يا مايا، بدايتك ازاي مع الغطس؟ يعني مين اللي قال لك تعالي نلعب، بابا ولا ماما؟ وانت شفتيها حبيتيها؟ يعني احكي لي القصه. هو انا شفتهم بيتمرنوا فحبيتها، بس يعني عشان جمباز وكده فساعدني. ولما دخلت بطولات وجبت ميداليات فده خلاني احب ان انا انا باخد ميداليات بقى يا كابتن، بقى دي اللعبه حلوه كده. طيب يعني مين اللي كان بيزقك اكتر، بابا ولا ماما؟ مين اللي كان شايف ان انت هتبقي بطله؟ لا ماما. ماما ها؟ طيب ومين اللي بيتعب معاكي برضه، ماما ولا بابا؟ ماما برضه. طب بابا بقى راجل يعني ربنا يكرمه. بس اكيد طبعا طبعا انا بهزر يعني. بس قولي لي طيب، انت يعني اكيد يعني عندك طموحات، مفيش حد بيلعب رياضه وما عندوش امال او طموحات. اول ما بدات، سيبينا من الناشئين شويه، لما بدات تشاركي مع العمومي كبار في السيدات كان عندك طموحات ايه؟ يعني ان انا اكسب، يعني اكسب زيهم عشان ما احسش بحاجه. وبقى الاولمبيكس ومنتخب وكده. طب انت شايفه ده بعيد عنك؟
قولي الحقيقه. محتاجه شغل لسه؟ لا قريبه. لا هقدر. هقدر ان شاء الله. طب مها يعني بيحصل بينك وبينها ديالوج في كلام في حاجه؟ لا يعني بتشجعنا كتير اكيد. طيب وشايفه ايه في مها نفسك تبقي زيها فيه؟ خلي بالك مها لعيبه اولمبيه يعني سباحه اكيد. تتعب قوي فاحنا يعني فعلا يعني انا نظرتي صح يعني انا طبعا. شايف مها بتتعب اكتر واحده بتتعب طبعا. طيب عندك ساعه تتعبي زيها ولا لا؟ يا عم انا ماليش دعوه. طب قولي يا مايا انت ست تمارين في الاسبوع، الكابتن بيقول لي ده مفرمه وثلاث اربع ساعات يعني شكلكم بايتين على حمام السباحه يعني. وانا بشوف دايما في النادي الاهلي وانا ماشي الاقي ان النور بيضلم وناس نازله من حمام السباحه، اشباح نازله لي كده متكلفتها في البرد. خلينا نقول يعني انتوا بيحرمكم من حاجات كتيره مايا يعني ما فيش خروج ما فيش حاجه. طب شايفه ده ازاي؟ يعني بنعود عشان برضو احنا بنكون صحاب مع بعض فده يعني بيعود حاجات بيهون شويه. لا بس برضو الخروج مع بابا وماما وصحابي ما بلحقش. طب قولي لي انت في جامعه مش كده؟ لا اولى ثانوي. اولى ثانوي. طيب عايزه تخشي كليه عمليه ولا نظريه؟ ولا مش فارق معاك الدراسه خالص بقى مركزه في اللعب؟ هو ده اللعب بس الاثنين يعني خلي بالك انت ممكن تكوني بتقولي كده بس هتيجي وقت الجد هتقولي لا انا عايز ابقى رقم واحد، عايز اخش كليه كويسه. انت مش انت لسه على البر بتقولي مش فارق معايا، اللي بعد كده بابا وماما هيقولوا لك لا مش هنقبل غير بكده. طب قولي لي يعني انت رحتي معاهم هولندا؟ لا ما رحتيش. نفسك تروحي؟ اه. ما الكابتن كانوا لسه بيكلموا الكباتن معايا ان احتمال يكون في معسكر ان شاء الله السنه دي كمان، مش هنستنوا سنه 2019. اه ان شاء الله. تتمني تروحي؟ طبعا. طيب ولما دخلت البطوله دي انا عايزك تتكلمي معايا يعني مش عايز الرد على قد السؤال، عايزك تحكي لي حاجه يعني انت لما رحتي كلموك الكباتن كابتن طارق نبيل وكابتن طارق الصغير كلمك واكيد كابتن اسامه يلا هتبتدي تلعبي فوق يعني انا ما كنتش عارف اني هلعب. كنت هتعرفي؟ لا. ايه ده خبوا عليكي ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ طب احكي لي. لا انا عايز اعرف. بصي بقى يعني ما تقوليش اه لا اه لا، عايز بقى تقولي لي كده هم كلموني قالوا لي هتلعب يعني احكي لي بقى واحده واحده. كابتن اسامه كلمني وقال لي يعني تعالي عشان في بطوله هتلعبيها. فقلت له بس كان عندي امتحان فده اخر شويه، فرحت لهم بعديها واتمرنا قبلها بيومين او ثلاثه وبس نزلنا. طيب ولما رحتي بقى البطوله كانت فيها ملعب ايه؟ في نيو جيزه. نيو جيزه اه، ده ملعب جديد يا كابتن صح؟ اه اول مره يعملوا بطوله هناك. جميل جدا جدا ما شاء الله، مجهز تجهيز عالي، بنيه تحتيه للرياضه جميله جدا. طب يعني قالوا لك هنروح نيو جيزه ملعب جديد وبطوله انا مش عارفاها والدنيا كلها، لما وقفت كده على البورد ما حسيتيش بقلق؟ لا كنت خايفه في الاول يعني. طب الخوف بيروح ازاي؟ لما اتعود يعني اتمرنت ما حسيت يعني حسيت عادي ان احنا في بطوله عاديه فبس. طب انت في البطوله دي نطيتي كام نطه معايا؟ خمسه. الخمسه خفيفه وبعد كده حسنتي؟ لا الخمسه احنا بدينا كويس فكملنا كويس. طب يعني كان مين هليوبلس؟ كان هم طبعا اقرب لينا منافسين صح ولا انا غلطان؟ هو واحد اهلي واحد هليوبلس نزلوا معانا. نزلوا معانا يعني هم اتنين من كل واحد. من كل بس هو كان النهائي احنا وهليوبلس مش كده يا كابتن ولا؟ احنا وهليوبلس. طب مين تاني كان ممكن يخش معانا او بتقلقي منهم او شايفاهم يعني سباحات او غطاسات كويسين؟ مين غير هليوبلس؟ جزيره. بس هم ما كانوش معانا البطوله دي. طيب انت بتفكري ازاي بقى الفتره الجايه؟ لازم اطلع منك. بصي هتقعدي تجاوبي بالسؤال على قد هجيب منك المعلومه. انت بتفكري ازاي الفتره الجايه؟ شايفه من هنا لبدايه الموسم تتمرني ازاي؟ او عايزه تعملي ايه؟ يعني عايزه في حاجه منتخب او تصفيات كده برضو عايزه اخشها. تشاركي فيها؟ ان شاء الله تشاركي فيها. طيب اجي لك بقى زياد، اعرف يعني انت ناشئين 18 سنه طلعت مع الدرجه الاولى لعبت ولعبت كويس، كلمني بقى اول هو كابتن اسامه اللي بلغك برضو هتيجي تلعب معانا؟ لا انا كنت عارف اصلا هو اللي في الناشئين بيكسب بيتاهل يلعب عمومي، فانا كنت عارف ان انا المفروض اطلع العب عمومي فكنا بنتمرن من قبليها وكده. طب والناشئين يعني انت خدت اول؟ انا جبت اتنين تاني ما جبتش اول. واللي بس مستواك كان الاول كان هليوبلس برضو ولا؟ الاول كان هليوبلس. فلما بس انت لما طلعت مع الدرجه الاولى طب عملت ايه قول لي؟ انا جبت اتنين تالت وفي حاجات تانية كنت بنط مع زوجي جبت اتنين ذهب واتنين فضه. ما شاء الله، يعني انت وزميل ليك بتنطوا انتوا الاثنين مع بعض؟ انا وبنت. جبت اتنين ذهب؟ جبت انا ومها على العشرة والتلاتة ذهب، وجبت انا وبلال على التلاتة والعشرة برضه فضه. ما شاء الله برافو. وبالتالي كل ده جمع بقى في المجموعة كابتن فرق معانا كتير. صحيح. طب قول يا زياد انت عندك منتخبات قريب او حاجة؟
لا هو كان في تصفيات يعني، يعني كان في بطوله بكاس العالم بس ربما ما وفقنيش يعني وما روحتش ان شاء الله. بس بعد المستوى ده بقى، ما انت بص وضع طبيعي ممكن تخش المنتخب وتطلع، ده وضع طبيعي جدا، ولكن بمستواك هتفرض نفسك اكيد ان شاء الله. اكيد المنتخب اللي جاي هتبقى في سنك، ممكن تبقى في المنتخب الكبير، في منتخب كبير لينا مش كده؟ اه لينا، وبيشارك افريقيا اه بيروح الاولمبيات وكده ومها فيه يعني. ما انا عارف مها لعيبه اولمبيه اصلا يعني ان شاء الله. انت نفسك تبقى تروح تلعب في الاولمبيات؟ اكيد حلم كل اللي غطاس انه يلعب في الاولمبيات. اه طب قول لي انت في سنه كام؟ انا في اولى ثانوي. اولى ثانوي، طب بتعمل ايه في المذاكره؟ وهي بتضحك السؤال ده، بص كل ضيوفي يجوا بالسؤال ده، اول ما اقول لهم عاملين ايه في المذاكره تلاقي انهيار، تلاقي بقى واحد تاني مش عايز يفتح السيره دي. طب قول لي لا بجد عامل ايه؟ بتذاكر ازاي؟ يعني قول لي، طب وصف لي يومك، بلاش دعوه بالمذاكره. يعني انا ممكن يعني بتمرن برجع بكون تعبان، يعني مثلا بمسك حاجه ماده. لا واحده واحده، انت بتقول لي برجع، انا عايز بس لما اصحى من النوم. بتصحى من النوم الساعه كام؟ بصحى من النوم الساعة 9 عشان التمرين بيكون الساعة 12، فأنا عمال ما بفطر بقى وكده وانزل رايح التمرين ما بعملش حاجة. 12 الظهر؟ اه. طب والمدرسة؟ لا ما أنا ده في الصيف، أما دلوقتي لا 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 يا باشا أنا بقول لك مايا بص مايا مش قادرة تمسك نفسها بالضحك. أنا بس بقول أنت أنت في اليوم الدراسي بتصحى من النوم الساعة كام؟ واحدة واحدة كده. أنا بصحى الساعة 7. 7 تروح المدرسة طبعا؟ اه. تخلص الساعة كام؟ خلص الساعة 2:30. 2:30 مين بيستناك قدام باب المدرسه؟ حدي. فحدي بتروح على البيت؟ لا بطلع النادي. تطلع النادي على طول؟ اه. المشوار كبير ولا؟ لا لا هي ربع ساعه. ربع ساعه بتكون في النادي. اه. بتبقى في النادي بس قول 3:30. قول 3:30. من 3:30 تفضل في النادي لغايه بالليل بقى؟ لغايه الساعه 7 نتمرن. من مثلا 3:30 ل 3 تبتدي تخش على التمرين على طول. اه. تتغدى في العربيه وتغير في العربيه، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. طيب وبعد كده تروح على حمام السباحه تبتدي من 3 ل 7. اه. تقعد تمرين بقى ما بين جيم وبين تمارين لياقه ومرونه والكلام ده كله. طيب بعد 7؟ فيش، انا بروح يعني مثلا لو انا قادر بذاكر، لو مش قادر بخش انام. بتخش تنام؟ طب في العادي؟ في العادي مش قادر. لا والله يعني في العادي انا بروح اذاكر عشان ما بيكونش عندي صحيح. وقت. صحيح. طب قول لي، ما هو انت عشان تبقى تكمل في الدراسه، ما كل زمايلك بيروحوا من البيت من المدرسه يناموا ويقوموا يذاكروا، انت بتروح تمرينك. فلازم تحرم نفسك من خروج خميس وجمعه وتقعد تذاكر. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ايوه بيحصل، ما بخرجش فعلا. مايا طبعا ما بيحصلش. مايا ترجع تقول لك انا عايزها الخميس، صح مايا ولا غلطان؟ لا لا ما بنخرجش. يعني بتخرجي الخميس والجمعه تذاكر؟ لا ما بنخرجش. ما بتخرجوش؟ تمرين. تذاكروا؟ تمرين. طب والمذاكره؟ ما هو الجمعه كمان تمرين، في يوم واحد راح بتاخد الجمعه يا كابتن ولا بتاخده امتى؟ التلات. التلات ها؟ مقصوده التلات دي ولا بالصدفه؟ لا لا بتبقى طبعا منسقين طبعا، يعني بنطلع بالحمل وبننزل بالحمل، فبنحط يوم الراحه دون في يوم ان هو يعني ما ياثرش على مستوى اللعيب خالص. صحيح. طب هسالك سؤال يا زياد كده في الجون على طول، انت سعيد بحياتك؟ يعني حياتك الرياضيه دي فرحان بيها ولا حاسس ان انت مضغوط؟ لا اكيد فرحان، مفيش بطل ما بيكونش فرحان يعني اكيد. لا خد بالك، ما في ناس مجبره يا حبيبي، يعني في ناس هتروح التمرين غصب عنك وتبقى، بس في ناس حابه الحياه دي، انت حاببها؟ لا اه اكيد حاببها، بس ما اعتقدش اللي بيكون في حد مجبر يروح حاجه. برافو عليك، اكيد بيبطل الحياه زي دي. وخلي بالك انت في اطفال صغير بيتفرجوا عليك، انت ما تفتكرش نفسك لسه صغير، انت مثلا دلوقتي قول 17 سنه، هتلاقي في ولاد عندهم 10 و11 سنه شايفينك، وشايفينك بتقول ايه دلوقتي، فممكن هم يكونوا متضايقين، ما هم مش شايفين امل في الحياه خالص، هو راجل مكبوت او طفل صغير مكبوت، انت بتدي له امل ان لا الحياه حلوه، والحياه الرياضيه حياه كلها مكاسب، صح يا مايا ولا ايه؟ صح. حتى المكاسب الجميله اللي احنا نقعد نضحك برضه دي جميله برضه. طب اجي لك يا كابتن نتكلم بقى حبه جد شويه، الموسم الجديد اكيد بداته من دلوقتي التخطيط، ما في مستحيل، انت بتبقى بتنهي السيزون وتبقى عينك على السنه الجديده. طب شايفين ده ازاي؟ احنا طبعا حاطين البلان طبعا، وبس لسه واقف على التنفيذ لان هم لسه في فتره امتحانات دلوقتي. صحيح طبعا. هيخلصوا فتره امتحانات، هنخش في رمضان، فبرضه هيكون المعدل بتاع الشغل مش زي في الاوقات العاديه. معظمهم طبعا بيصوموا، بس هو وانس ما بيخلصوا الامتحانات يعني انت الاعداد الجد بتاعك ممكن يبقى بعد العيد بيومين ثلاثه بالظبط. بالظبط. بتفكر تجيب لعيبه جداد ولا ولاد النادي كفايه؟ لا طبعا في طبعا حاطين تحت المنظار في لعيبه طبعا عايزين نجيبها، عشان انا عايز اعلي المستوى اللعبه وعايز اوسع القاعده تحت، لما الناس تحت الاولاد الصغيرين دول بيشوفوا لعيبه كبيره بتنط قدامهم، ده اللي بيوسع اللعبه بشكل وبيخلي الناس تبقى جايه، يعني في ناس
بتيجي تتفرج كده احنا عايزين نشترك. صحيح كتير جدا وناس كبار مش صغيرين سنهم كبير. قاعدة بتوسع معك. بالضبط اي حد بيعدي احنا لعبة شو شوية فيها شو فالناس بتحب ما حد بيشوف كده حد بينط الله. صحيح فناس كبيرة بقى بتجينا مثلا عندها 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة وعايزين يلعبوا غطس. طب اقول يا كابتن يعني انت لو حبيت تجيب لعيبة من بره النادي تفضل تجيبهم صغيرين ولا تجيبهم كبار متعلمين بيحققوا مراكز؟ لا اجيب طبعا صغير بس انا شايف ان هو لعيب بروميسنج هيعمل لي حاجة قدام. طبعا احب ان انا اجيب لعيب يعني صغير. على حد في مجموعة لسه يعني الكلام لسه بتتكلموا مع بعض بتشوفوا اكيد اللي هيجي لازم يكون احسن من اللي عندي ولا انا غلطان؟ طبعا طبعا اكيد او هيبقى اضافه او انتوا شايفين يبقى حاجه كويسه لمصر. هيبقى اضافه هي هتبقى اضافه طبعا للفريق جامده جدا. احنا عندنا خامات كويسه جدا شغالين معانا اللي هو الخامات اللي موجوده دلوقتي اللي احنا شغالين بيها بس عاوزين برضو ايه نطور ال استفدتوا في هولندا يا كابتن جامد جدا انت استفدت ايه على المستوى التدريبي؟ انا كان اول مره في حياتي اسافر. انا قبل كده سافرت معسكرات لكن اول مره في حياتي اسافر بطوله. جو تاني خالص روح تانيه خالص احتراف بالظبط شغل يعني الناس هناك استقبال ملخص كلمة احتراف استقبال رهيب استقبال كويس جدا قابلونا هناك نادي الاهلي ناس هناك ما نعرفهاش لقينا ناس مصريين مستنيينا مشجعين هناك قعدوا يشجعونا لا كانت حاجه جامده جدا واللعيبه كمان استفادوا جدا بشكل زياد راح ولا زياد كان معانا ان شاء الله ما يكون في السفريه الجديده باذن الله ان شاء الله باذن الله. طب وتتمنى تتكرر تاني يا كابتن؟ طبعا مهمه جدا بتفرق مع اللعيبه جامد جدا ان هم لما بيلعب دولي بيروح يشترك في بطوله دوليه اللي يلعب في المحلي هنا مش فارقه معاه خالص. بالظبط كتر الاحتكاكات بالذات لعبتنا محتاجه احتكاك بشكل مستمر. احنا بنلعب حضرتك بطولتين في السنه وعرضنا كذا مره على الاتحاد ان احنا عايزين نزود عدد البطولات ده بحيث ان نرفع المستوى نرفع المستوى اكتر من كده عشان لما يروح يلعب على مستوى عالمي يبقى اللعيب مش ما عندوش بقى الخطفه بتاعه الدخول البطوله الاولى بتاعه البطوله الاولى. بالظبط اكيد كابتن اسامه نورتني وشرفتني الحقيقه يعني مجهود تشكروا عليه والحقيقه يعني لا املك ان اقول لكم يعني الف شكر على الكؤوس وعلى المجهود الكبير. نورتني وشرفتني كابتن اسامه. شكرا جدا شكرا مايا نورتني وشرفتني يعني انت بس بروبيزد وطالع كويس وان شاء الله نشوفك في بطوله الاولمبياد شرفتي بالمعنى باذن الله. نورتني وشرفتيني. زياد الف مبروك. الله عايزين نشوفك بطل كبير وبطل اولمبي كمان ان شاء الله كبير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل طبعا عشان يعني نستقبل ضيوف تاني طبعا غير الضيوف اللي كانوا معانا. معانا مجموعه كبيره جدا الوقت ضيق الحقيقه وبنحاول نعرفكم اكتر بيهم وما ننساش قبل الفاصل نبارك لفريق كره اليد اللي فاز النهارده 27-26 وتوج بطلا لمصر الموسم 2017-2018. فاصل قصير وارجع لحضراتكم. حضراتكم من جديد طبعا انضم لي في الاستوديو فراشات النادي الاهلي الغطس والسباحه اللي برحب بيهم في الاستوديو. برحب في شهد ايمن طبعا سباحه النادي الاهلي وغطاسه النادي الاهلي تحت 17 سنه وايضا العمومي. اهلا بيكي نورانا يا شهد والف مبروك على مرحلتك وعلى العمومي. معانا طبعا ياسمين ممدوح سباحه طبعا من سباحات النادي الاهلي واللي حققت ارقام كبيره كاس احسن سباحه واحسن رقم السنه دي الحقيقه انجازات كبيره. برحب بيك يا ياسمين اهلا بيك. اهلا بحضرتك منورانا والف مليون مبروك. ميرسي خليك. طبعا برحب بهنا هاني طبعا غطاس الفريق ايضا بالرغم صغر سنها ولكن طلعت مع الفريق العمومي وحققت ميداليه ثلاث ميداليات الحقيقه وكان ليها دور كبير جدا النادي الاهلي يحصل على المركز الاول في طبعا او كاس السيدات العمومي وفي مرحلتها السنيه برضو ايضا خدت كاس واول مرحلتها هنا. برحب بيك والف مليون مبروك. طبعا برحب بسباحه النادي الاهلي طبعا واحسن سباحه في سنها واحسن رقم كمان معايا طبعا ساندي ايمن اهلا بيك. برحب بيك. اهلا محمد. يمكن ابتدي بيكم الاول يعني ابتدي بياسمين. ياسمين انت
بنت النادي الاهلي طبعا. ايوه. طول عمرك مرنت في النادي الاهلي، كلميني الاول عن انجازاتك السنه دي، عن احسن سباحه في سنك، عن البطولات حتى الميداليات اللي خدتها من العمومي، كلميني عن اللي انت عملتيه السنه. هو احنا كان عندنا بطوله قاهره، هي بين النوادي اللي في القاهره بس، هنا في شهر 2 بس، كانت مهمه قوي الجمهوريه اللي كانت في شهر 4 اللي فات ده. الحمد لله قدرت ان انا اكسب سباقات سني كلها وسباقات العمومي، نزلت عشان انا بنتصعد لفاينل بالليل فبننزل عمومي سن كل السنين مع بعض، فالحمد لله قدرت برضو اجيب ميداليات كويسه واعمل ارقام. ارقامك في المرحله السنيه بتاعتك انت تحت 18 مش كده؟ اه 19 الناس ومع العمومي، انت كلميني على الارقام هنا والارقام هنا. هي الارقام يعني في العمومي طبعا بتبقى اصعب اكيد، بس هو انا اول سني بس ارقامي جايبه ان هو اول عمومي، ف ما شاء الله موضوع يعني انت حتى ارقامك وانت تحت سنك في العمومي جايبه كده. هي اول عمومي ما شاء الله، يعني ده خلي بالك ده برضو انجاز كبير جدا. اه بتعومي كم ساعه في اليوم؟ هو انا احنا المفروض بنعوم 9 تمارين في الاسبوع، منهم كل يوم فجر من 5 ل7 وفي 3 ايام منهم كده بناخد مع الصبح بالليل، غير بقى الجيم والفتنس بقى وكده. بتروح النادي الساعه 5 والدنيا ضلمه وساعه النور بيتفتح علينا ونور ايه بقى، مفيش نور بقى، نور مين ده، انتوا رايحين في الضلمه وفي الساعه في الشتاء وحمام السباحه. طب يعني يا جماعه صعب قوي، طب يعني بتتضايقوا ولا بتبقوا رايحين؟ لا لا هو تعود، هي فكره كلها ان انت تعود وان انت بتعمل كده عشان انت عارف ان انت هتعمل حاجه كويسه قدام، شكلك هيبقى حلو عشان ابقى ياسمين. ده عذاب اليم يعني، انت تلاقيكي بتنامي الساعه 9 صح ولا غلط؟ مع الدراسه بقى وكده بس الموضوع. وكمان بتقولي ساعات بيكون في تمرين بعد المدرسه كمان صح ولا غلط؟ اه. طب يعني ما اعرفش، مش عارف اقول ايه، بس ربنا معاكم. طيب قولي لي انت اكيد ليكي يعني زي ما بيقولوا بلان، كل واحد ليه خطه في حياته راسمها. رسمه ايه لحياتك في السباحه؟ في السباحه هو انا عايزه اطلع بطوله عالم 2019 أوه. هتبقى في كوريا ان شاء الله طبعا. ولسه في بطوله افريقيا، في بطوله افريقيه في شهر 9 هتبقى في الجزائر، دي عموم فهياخدوا ترايلز عليها. منتخب طبعا. اه منتخب. ما هو ده طبيعي يعني. بس بطمن، بس هو سؤال يعني انا عارف اجابته بس بطمن. طيب وبطوله افريقيا هنبتدي؟ اه ان شاء الله. بعد افريقيا عندنا ايه تاني؟ افريقيا دي مؤهله لحاجه؟ مش عارفه هي مؤهله لايه بصراحه، ما لسه ما قالوش. بس هو في اصلا بطوله في شهر 6 دي بحر متوسط، هي ما دي بتتعمل بتهيألي كل سنتين، بتهيألي كل 4 سنين. كل 4 سنين. طيب بطوله بحر متوسط انت بتخططي في يعني حلمك بطوله العالم؟ بطوله العالم وطوكيو الاولمبيكس بقى في شهر 2020. 2020. وخلي بالك احنا عندنا مها كمان غطس ما شاء الله، يعني هي الممثله بتاعتنا ريو دي جانيرو ان شاء الله تكون 2020. طيب قولي لي يعني قولي لي يومك يعني طبعا يعني انت بتعملي ايه في يومك؟ انا قاعد بهز راسي. هو انا ثانويه عامه فيومي السنه دي طبعا من اول شهر 9 الدنيا اتلخبطت خالص وان هو صعب جدا كمان في مصر بالذات. طبعا. فيومي انت بتدرسي يعني نظام بريتش ولا امريكان ولا؟ لا انا ناشونال عادي. ناشونال عادي. طيب يومك بيبتدي ازاي؟ تروحي اول حاجه التمرين طبعا 5 ل7. الحمد لله طبعا ما فيش مدارس، فانا بروح لو في درس الصبح او مثلا انام لحد الدرس في مثلا. بس في السنه دي بقى بحاول ان انا ايه اظبط المواعيد على كله، ان هو مثلا اخد جيم مثلا الساعه 10 عشان الدرس الساعه 3 واقدر اذاكر واقدر انام واقدر اعمل. فالموضوع كان صعب. انت بتعملي ده بامانه ولا باباك ومامتك اللي بيوقفوكي؟ هو بابايا ومامتي طبعا واخويا اهلي كل حاجه يعني، بس هو انت من نفسك عارفه نفسك. انت طب بامانه لما يبقى عندك درس بس الموضوع ده لا ماما بقى لا ما انا اقول لك انا يعني الموضوع ده بيستفزني مع اولادي حتى بامانه. انت بتظبطي موبايلك وتصحي انت ولا هم اللي بيصحوكي؟ ساعات انت يعني انا ببقى ظبطاه. آه. هقوم ممكن مثلا مره يفلت منك ماما تيجي تصحيني. طبيعي. طب اجي لك يا ساندي برضه، انت ما شاء الله حققتي برضه نفس الكلام في عمق يعني في المرحله السنيه بتاعتك واخده رقم كويس وانا كمان العمومي. كلميني عن ده، كلميني عملتي ايه السنه دي، ارقامك وميدالياتك. انا اخدت في العمومي يعني مركزي الاول، واخدت كاس احسن سباح عمومي ان شاء الله، واخدت كاس احسن رقم سني 18 سنه، وفي سباقاتي حسنت كتير. في القاهره مع برضو مع ياسمين برضو صح، وبعد كده دخلتي على الجمهوريه نفس البطوله بتاعتي. طيب وايه تاني بالنسبه لسنك؟ انت قلت لي العمومي بالنسبه لسنك برضو عملتي في ايه الارقام اللي حققتيها اول؟ هو انا اول سني في كل سباقاتي. في العمومي يعني ارقامي بتاهلني للعمومي برضو اول،
هي ياسمين بتعوم مسافات قصيره بس انا بعوم مسافات طويله فاحنا يعني مش مع بعض. يعني انا اول في سباقات معينه وهي سباقات معينه. صحيح. فعشان هي السباحه سباقاتها كتير. كتير جدا تمرينها. أيوة. بس خليني ارجع لك ياسمين بس على سندي الاول. بس انا عايز اسال شهد يعني يعني بحكم سنك الصغير ما قلقتيش وانت بيقولوا لك تعالي هتلعبي وهتطلعي الفريق الاول وتلعبي؟ لا لا ما كنتش قلقانه خالص. لا لا. طيب قولي لي انت في سنك قولي لي يعني كنت عامله ايه البطولات اللي خدتيها ازاي تاهلتي تلعبي في العمومي؟ هو احنا لعبنا من كام اسبوع كده لعبنا بطوله كاس مصر. كنت اول سنه العب تحت سن 17 سنه. اول سنه انت كنت طالعه من 15. ايوه. فانت 17 الصغيره. ايوه تمام. فالحمد لله حققت اول تاني تالت وتاهلت بقى عمومي والحمد لله طلعت تالت. طب ولما طلعت يا مومي بقى وكابتن مين قال لك انت هتلعبي معانا؟ كابتن اسامه ولا كابتن طارق ولا كابتن لا طارق؟ هو يعني هو معروف اللي يعني بيحقق في سنه تحت 17 سنه او في الناشئين بيتاهل للعمومي اوتوماتيك. فانت لما دخلتي خدتي في سنك اوتوماتيك لعبتي مع العمومي. بس الغريبه مش يعني السنه دي كان الاعتماد اكتر على الصغيرين ومع ذلك نجحنا. طب شايفاه ازاي ده؟ يعني هو يعني حاجه كويسه جدا بس خلي بالك اصوات صغيرين مش عندهمش الخبره لسه مش جاهزين لسه عايزين ياخدوا الخبره الكامله يعني يعني ما قلقتيش ما حسيتيش ان ده قلق ده ضغط عليكي؟ لا. طب باباك ومامتك قالوا لك ايه؟ لا هم طبعا بيشجعوني وبيدوني الثقه يعني الحمد لله. طيب خلينا نقول برضو حته انه لما الواحد بيطلع صغير وبيحقق انجاز بيبقى مسؤوليه اكتر يعني محتاج تمرين اكتر محتاج شغل اكتر محتاج تركيز اكتر. جاهزه للمسؤوليه دي؟ يعني خلي بالك انت السنه دي كسبتي السنه الجايه الوضع طبيعي خلاص انت بقيتي بطل. لازم السنه الجايه تحافظي على الانجاز ده هيجي بمجهود. جاهزه لده ولا لا؟ طبعا. طب يعني احكي لي قولي لي هتعملي ايه محتاجه ايه؟ يعني احنا محتاجين انا عامه محتاجه فتنس يعني اتمرن فتنس كتير عشان هو بيساعدنا على النط ونعمل فتنس ازاي؟ اتمرن فتنس يعني ازاي يعني بتروحي جيم؟ هل بتروحي لا هو احنا بيبقى حمام السباحه الفتنس اللي بيبقى على حمام السباحه في فتنس ده يعني اني نوع من الفتنس؟ هل الجيم اكتر هل المرونه اكتر؟ لا المرونه اكتر. المرونه اكتر بيبقى في الجيم ولا في حمام السباحه؟ هو ممكن في الجيم وفي في حمام السباحه يعني. طيب خلينا نقول انه الواحد بيبقى عنده مثل اعلى او لما بيبتدي يلعب رياضه بيقول والله انا اللعبه دي حبيتها عشان فلان اللعبه دي شايف ان انا عايز ابقى زي فلان. انت عايزه تبقي زي مين؟ هو مش حد معين يعني بس انا نفسي اطلع كاس العالم ده ان شاء الله. ان شاء الله. طب شايفاها بعيده ولا قريبه؟ يعني لو اجتهدت واتمرنت كتير ان شاء الله ممكن احققها. طب سافرتي مع المنتخب حاجه قبل كده؟ لا انا ما دخلتش المنتخب. ما دخلتش المنتخب بس بتهيألي بعد المستوى ده اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب وتتمني تروحي بطولات بره ولا شايفه ده صعب؟ لا لا اتمنى تمام. ما فيش مشكله خالص يعني بالنسبه لك عادي وهتقدري تسافري؟ بابا وماما هيسيبوكي تسافري؟ متاكده؟ خلي بالك. طب خلينا اروح لهنا. هنا انت طبعا كابتن طارق شكر فيكم جدا طبعا على سنكم الصغير انت وشاهد وقال قد ايه انتوا عملتوا انجاز كبير. كلميني برضو عن مستوى السن بتاعك عملت ايه وشايفه انجازك الساعي على مستوى السن الصغير عشان تلعبي في العموم؟ هو انا نزلت سني نزلت الثلاث بوردات حققت على الثلاثه اول واخدت كاس احسن لاعبه وبعدها تاهلت ان انا العب في عمومي. طب بعد ما تاهلت العمومي انت كسبتي خلاص سنك عرفت انت رايح عمومي قلقتي؟ انا قلت ايه اللي عملته في نفسي ده يا جدعان بس انا دلوقتي طلعت وهلعب عمومي شايفه ده ازاي؟ لا مش قلقت بس اكيد في رهبه البطوله يعني بالذات ان انا مع ناس اكبر مني بكتير. صحيح ناس والناحيه الثانيه ناس كبار بتهيألي اليوبلي صغيرين زيك ولا كبار؟ لا هو يعني اللي كانوا بيلعبوا معايا اكيد قدي بس في عمومي كبار يعني فرق مثلا خمس سنين اربع سنين حاجات كده. لا يعني اللي انت نطيتي قصادهم في نادي اليوبلس في عمومي ولا؟ في عمومي. اوكي. كانوا سنك ولا؟ لا كبار. كبار كبار. ما قلتيش؟ ما قلتيش دول خبره وبتاع؟ لا هو مش موضوع كده بس هي فكره بس ان كان في رهبه زي اي بطوله بالذات ان هم اكبر مني. صحيح. طيب خلينا اقول انه زي ما قلت نفس السؤال لشاهد اسالك نفس السؤال. مسؤوليه كبيره ان اللاعب هو طالع صغير كلنا واحنا صغيرين طلعنا فرقنا الكبار عملنا طفره وكسبناهم بس بعديها بقى ما شفناش يعني ما شفناش تمرين وما شفناش اعتماد كل الناس خلاص ما انت بقيت بطل مستعده لده؟ مستعده بايه؟
ما هو مش بالكلام، مش تعدى بايه؟ عشان لما حد بيكون عايز حاجه بيعمل اي حاجه عشان يوصل لها. طب ايه اللي انت عايزه بقى تعمليه؟ نفسي قوي اروح اولمبيكس. اولمبيك جيمز. نفسي قوي. طب وش اتفرجتي على مها في ريو؟ اه طبعا. كان نفسك تكوني معاها؟ اكيد. طب انت يعني شايفه ده يجي ازاي؟ ايه الطريق، ايه الطريق اللي همشي فيه عشان اوصل الاولمبياد؟ اولا فتنس جامد قوي، ثانيا بقى ان انا اواظب على التمرين واجتهد فيه واسمع كلام الكباتن وانفذ كل اللي بيقولوه. طب قولي لي انت لعبتي جمباز ولا غطس على طول؟ لا غطس على طول. بس في لاعبات جم من الجمباز او العكس لاعبين برضو، انت لا جيتي على السباحه على طول، على سوري على الغطس على طول. طب انت السنه دي خلاص الموسم خلص، هنبتدي بقى خلاص مذاكره، ما عندناش حاجه نعملها غير مذاكره ولا ايه؟ ولا طيب وخلينا نقول انه الموسم هيبتدي بعد رمضان بشكل كبير، الاعداد جاهزه للاعداد ده، الاعداد ده بيبقى صعب ومميت قاتل، هيبقى خلاص اجازه، يبقى صبح شايف شاهد بتضحك وهيبقى تمرين صبح وبالليل والعذاب الاليم بتاع السباحات، يعني شايفاه ازاي؟ يعني هو هيكون تمرين عادي زي ما بنتمرن يوميا، عشان احنا كده كده تمريننا بيبقى طويل، فمش هيفرق في حاجه، المهم ان انا بس اروح وابقى مركزه في التمرين وخلاص. طيب وتمرينكم بيبقى الصبح بدري برضو كده ولا لا؟ انتوا لا؟ لا مش زيهم اكيد. تمريننا لا لا تمريننا. طب لو جم قالوا لك كده زي ياسمين وساندي وقالوا لك هتيجي تصحي من النوم الساعه 5، مش تصحي انت تكوني في نادي 5؟ مش هبطل. هتبطلي؟ لا مش هبطل، بس هو تمريننا يعني صعب قوي يبقى بدري كده. تمريننا اصلا يعني لازم ابقى مركزه، ان انا لو مش مركزه ممكن اتصاب، ممكن اتخبط في البورد، يحصل لي اي حاجه. بعد الشر. هي دي الفكره. طب هو النوم بيبقى الواحد صاحي من النوم، طب هم يعملوا ايه بقى؟ يصحوا الساعه 5 وجامعه ومدرسه، وبعد كده هيبقى في جامعه، بيبقى الموضوع صعب، بس هي تعود. هي يمكن ياسمين قالت لي كلمه كويسه، هو تعود. وبالتالي شاهد برضو ده تعود، يعني خلاص بقى التمرين حاجه يعني اساسيه في حياتك. طب بابا ماما برضو بيصحوك من النوم كده زي ما قلت برضو؟ هو ساعات وساعات، يعني انا ساعات بظبط الارم وهم بيصحوني لو نسيت. ما بيصحوني. انت عارفه لو عندي درس انا اللي بجهز له. يعني الواحد بيتهيألي عشان يبقى راضي ناجح لازم يتعلم تنظيم وقته. وساعات احنا بنصحي بعض. بعض في المعسكر؟ في المعسكر بنقعد مع بعض. كنا مع بعض لما كنا في هولندا، لكن هنا في يعني هنا في مصر احنا بنصحي بعض وبنروح دروس مع بعض. برافو عليك، برافو عليك. مش ساكنين جنب بعض؟ لا لا. ما ناقص بقى، طب ما تعزلوا بقى جنب بعض عشان يبقى كل حاجه كده. بس كويس يبقى في ارتباط ما بينكم وبين بعض، خلي بالك، لان في انتوا عندكم ممكن تنطوا مع بعض، وممكن يعني قصدي اقول لازم يكون في هارموني بره الملعب عشان يبقى جوه الملعب، صح ولا غلطان؟ طب انتوا سعداء بده؟ فرحانين بده؟ يعني طب انتوا نفسكم تسافروا مع بعض وتروحوا مع بعض؟ نفسنا نعمل كل حاجه في التمرين او بره التمرين او اي حاجه مع بعض. برافو عليكم، حتى في التلفزيون مع بعض. الف مبروك ومنوريني والله. خلينا برضو يعني نرجع طبعا اكيد ياسمين. ياسمين خلينا نقول ان حياه السباح حياه صعبه وحياه محتاجه شغل ومحتاجه مجهود. بتلاقي ده جوه النادي الاهلي ولا لا؟ طبعا. يعني احنا بنبقى متعودين مثلا ان احنا تيم واحد، احنا جايين التمرين مش لتمرين تبقى كل واحد كده، هو كل واحد بيركز بس احنا تيم بنشجع بعض. انت بتحس ان انت جوه عيلتك، بيتك التاني، انت مع كباتن اهلك، مش مجرد ان هم بيقضوا شغلهم وخلاص، لا هو اهلك وبتتكلم على انه صاحبك وكده. طب انتوا بتقعدوا معسكرات زي يعني اسال برضو ساندي، بتقعدوا معسكرات مع بعض انتوا الاثنين مع بعض؟ هل اكيد انتوا الاثنين برضو مع بعض؟ احنا بنبقى تيم كبير كل حاجه. يعني مرتبطين حتى يعني بره الملعب، احنا كلنا اصحاب في بعض. ما هو تيم واحد بقى. لا ما انا عارف، بس مش في ممكن يبقى تيم واحد، بس ممكن يكون حد قريب ليك اكتر من حد، يبقى الموضوع ده. طب خليني اقول يا ساندي ان انتوا هل يعني انتوا كام الاول في العمومي، كام سباحه؟ لا احنا كتير قوي، كتير احنا اكتر من الغطس، اما الغطس تقريبا هم قليلين. بس احنا لا، والباليه المائي برضو كتير. لا الباليه المائي قليلين كمان. قليلين احنا مثلا احنا 10 اللي هو 10 حارات، احنا كنا كل واحد مثلا كل حاره 5 أو 6، فالموضوع كبير قوي. كتير. طب الجهاز بيختار ازاي ساندي اللي هتخش السباق ده؟ هو المفروض انا اللي بختار على حسب تمريني وعلى حسب عمي. لا يعني انت اللي بتختاري انا داخله السباحه او داخله البطوله دي، ولا المدرب هو اللي بيقول، مدير فني هو اللي بيقول لا انا النهارده هدخل ساندي البطوله اللي جايه؟ لا ولا كل بيخش؟ المفروض ان انا اشوف انا عايزه انزل ايه وعايزه احسن في ايه، لان هو انا اللي هعوم، انا اللي هحسن فيها. انت اللي حاسس. لكن انا اللي اختار مش الكابتن. طب شايفه اصعب حاجه في السباحه يا ساندي؟ اصعب حاجه؟ اصعب حاجه الصحيان بدري. خليني اسالك برضه، لانه معلش انا سبتك ورجعت، لان كان في حاجه بيظبطوها في المايك، بس عايز اسالك حاجه. قولي لي يعني انت
يعني اصعب حاجه تتحدى الوقت. الوقت هو ده اصعب حاجه، لان انت بترجم سبق السباق بتاعك ان انت عايز وقت اقل. ايوه ده موضوع صعب، بس انا سباقاتي ديستانس اكتر، يعني 800 و1500 تحمل كمان و400، فده محتاج تحمل اكتر من ان انا اركز على الوقت. بس انا دلوقتي يعني التارجت بتاعي الاولمبيكس اللي هي الناشئين، الاولمبيكس الناشئين اللي هي في شهر 10. الناشئين الاول هي في شهر 10 رايحاها. هو انا جبت بي كات، المفروض ان انا عايزه اوصل لاي كات، وانا فاضل لي خلاص 7 ثواني في 800. ده مش حاجه كبيره. انا شايفه ان هي مش حاجه كبيره بالنسبه ل 800، يعني ان شاء الله هوصل. 7 ثواني على 800 متر هتيجي يعني، يعني ولا حاجه بتهيألي يعني. هو العادي وقتها قد ايه 800 متر؟ مش عارف. 8 دقايق بالنسبه للبنات. 9. لا يعني انت بتعمليها في قد ايه؟ انا بعملها في 9 7 ثواني. 9 7 ثواني. طيب مش صعب ان انت، بس طبعا 7 ثواني دول عايزين تمرين وعذاب اليم وشغل جامد قوي عشان توصلي تقلليهم، بس تقدري. شايفه انت تقدري؟ انا شايفه كده ان شاء الله. وشايفه ان انت تقدري حتى تجيبي ميداليه فيها؟ انا كده كده بجيب فيها ميداليه، بس انا بتحدى نفسي. المستوى الدولي؟ لا مش عارفه، بس انا نفسي قوي يعني. اكيد اكيد يا رب. نورتيني وشرفتيني يا ساندي، وان شاء الله تكوني بطله كبيره ونتابع معاكي كل انجازاتك ان شاء الله. ميرسي ياسمين، نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك على الانجازات في سنك والعمر. الله يبارك فيك. طبعا اكيد بشكر شهد، قاعده مكسوفه شويه، بس ان شاء الله تبقي تاخدي على الاعلام والميديا وتبقي نجمه كبيره ان شاء الله. منورينا كتير. ميرسي. طبعا اكيد بشكر كمان هنا، متحدثه جيده ولبقه، ان شاء الله تبقي نجمه كبيره باذن الله. ميرسي. اعزائي المشاهدين، لازم نطلع فاصل وارجع لحضرتك، واكيد عشان نستقبل باقي نجمتنا ونجومنا، بس طبعا كل قبل ما نطلع كل فاصل اكيد هنبارك لكره اليد تاني الفوز بسوبر اليد المصري، ابطال مصر سنه 2017 او موسم 2017 2018. الف مليون مبروك بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراه الفيصل النهارده هتكون 9:06. فاصل قصير وارجع لحضرتك. بحضراتكم من جديد، يمكن الفقرة اللي فاتت عملنا ميكس شوية بين الغطس والسباحة، الفقرة دي سباحة خالص. والحقيقة برضو خلينا نقول ان السباحة برضو السنة دي بتعمل انجاز كبير، والسباحة معودانا لفترة طويلة انجازاتها كبيرة، والسنة دي كمان الانجازات اكتر. وخلينا اقول ان منتخبات مصر قوامها يمكن 80% او 70% من نادي الاهلي، وده اكبر دليل. نادي الاهلي بيقوم بدور وطني كبير خاصة في لعبة السباحة. بس طبعا قبل ما نتكلم عن السباحة بالتفصيل، بحب ارحب بضيوفي طبعا، الكابتن ثروت ماهر طبعا مدرب عام مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن، والف مبروك على الانجازات اللي بتتحقق يعني يمكن سنة بعد سنة. الله يكرمك، وده طبعا مجهود ناس كتير اكيد، وجهاز كبير من اكبر واحد لاصغر واحد. اكيد يا كابتن، وهنيجي نحط الضوء يعني بشكل كبير اكتر بعد ما رحب بضيوفي. يمكن كمان برحب بالكابتن احمد اسعد، الحقيقه من المديرين الاداريين الحقيقه النشطين جدا، واللي شايف شغله كويس قوي، والحقيقه كل ما اروح النادي الاهلي الاقيه متواجد وبقوه ورا السباحين. الحقيقه اللي انا بشكره الحقيقه على هوا شكر جزير لمجهودك، منورني ومشرفني. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، انا بحبك بشكل كبير. ودايما انت متالق، ودايما زي ما بيقولوا يعني رمانة الميزان في السباحة. ربنا يخليك، ربنا يخليك صدقني، ربنا يكرمك. ومعايا طبعا برحب بسباح مصر، لاعب منتخب مصر طبعا، ولاعب النادي او سباح النادي الاهلي في العموم، معايا طبعا عبد الرحمن محمد منو. ازيك يا منو؟ اهلا حضرتك. منور، والف مبروك على الانجازات. ان شاء الله عايزين ميداليه صغيره كده اولمبيه باذن الله. ان شاء الله. يمكن اروح طبعا في البدايه لكابتن ثروت. كابتن كلمني عشان الناس طبعا اللي ما شافتناش من الاول او مش متابعانا من الاول تعرف انجازنا في قطاع الناشئين كان زي السنه دي. هو الحمد لله السنه دي قطاع الناشئين في النادي الاهلي عمل طفره كبيره جدا في النتائج. عندنا سباحين كتير قدروا ياخدوا ميداليات ومراكز متقدمه قوي. كسبنا كل المراحل يعني بالمركز الاول ان شاء الله. كانت المنافسه كمان كبيره قوي السنه دي، لكن الحمد لله كان في طفره في الارقام وفي الميداليات وفي الكاسات، وقطاع الناشئين ككل اتغير شكله تماما في النادي الاهلي. طب كابتن يعني شايف في حد بروميسنج يعني يكون بطل اولمبي بطل عالمي عندنا؟
عندنا طبعا سباحين كتير ممكن ان شاء الله يمثلونا في المحافل الدوليه بعد كده. زي مين يا كابتن؟ يعني مش عايز اذكر حد بالاسم، بس عندنا بنتكلم في المراحل، يعني المراحل السنيه المختلفه، في فلان وفلان وفلان مثلا، يعني على قد ما تتذكر. عندنا في المراحل مواليد 2002 عندنا فارس عماره، في مرحله 2003 عندنا كريم ممدوح، وعندنا مرتجي، عندنا في البنات فريده ثروت، عندنا ساره سليمان مواليد 2004، عندنا يوسف الهادي، عندنا في 2005 احمد، 2004 احمد سامح، عندنا مجموعه سباحين كتير ما شاء الله، كتير يعني ان شاء الله. هو ده المكسب الحقيقه يا كابتن، انت تلاقي عندك سباحين بروز ان هم يقدروا ياخدوا ميداليه اولمبيه او ميداليه عالميه او ميداليه في كؤوس العالم او بحر ابيض متوسط، زي طبعا دكتور راني علواني عضو مجلس اداره. يعني السباحه في النادي الاهلي غنيه بولادها الحمد لله. واحنا كان عندنا بطوله افريقيه للناشئين وبطوله عربيه للناشئين كانت هنا في مصر، وكان قوام المنتخب اغلبه 80% من النادي الاهلي زي ما قلت بتهيألي في المقدمه، مش 80% من النادي الاهلي. طب عملنا فيهم ايه يا كابتن؟ لا، وحققنا ميداليات كتير، وخدنا كاس البطوله الافريقيه للناشئين والناشئات، والبطوله العربيه للناشئين والناشئات. طب وجنوب افريقيا، انا عارف ان دايما بتبقى منافسه جنوب افريقيا زيمبابوي، الاخبار ايه؟ لا، جنوب افريقيا يعني السباحه فيها متطوره جدا، عشان قلت عشان سوري استراليا، يعني هم استراليا وانجلترا، وفي ناس كتير فيهم بيقوموا في امريكا. بقيه البلاد كلها احنا كسبنا تونس، وكسبنا الجزائر، وكسبنا المغرب، كسبنا زيمبابوي، فالحمد لله. كانت برضو حتى جهاز المنتخب كان برضو عمل، حصل له طفره كبيره جدا في النتائج. تمام يا كابتن. طيب خلينا ناخد مداخله طبعا اكيد مهمه، وبيكون ضيف وبيشرفني دائما ابدا، الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء. اهلا بك يا كابتن وائل. اهلا وسهلا يا كابتن، دايما مفرحنا بالكؤوس كده يا كابتن وبالانجازات. بس ده هو مجهود الناس اللي قدامك دي، احنا والله يعني ما الا ان احنا بس بنجتهد وربنا بيكرمنا كلنا جميعا الحمد لله. يعني كابتن وائل، يمكن بتهيألي انت اكتر واحد سعيد بده يا كابتن، يعني يمكن والله انا سعيد جدا بين الناس اللي قدامك دي، وبقيت في المنظومه ناس بتجتهد بتشتغل الحمد لله، ربنا بيكلل مجهودهم بالنجاح. انا بشكرهم على المستوى الشخصي، بشكر اولياء الامور، بشكر من اصغر عامل لغايه مدير فني ورئيس مدير جهاز، انا بشكرهم كلهم لان هم تعبوا، وربنا الحمد لله بيكلل مجهود الناس دي كلها بالنجاح. النهارده احنا عاملين 18 كاس من 20 كاس، ودي اول مره تحصل ما شاء الله، فتره كبيره قوي. احنا بنكسب، بس ان احنا نحافظ على نفسينا كده ونوصل لهذا المستوى. عندك كابتن منو عبد الرحمن اللي موجود قدام حضرتك عامل نتائج مبهره، كل انا مش عايز يعني اقول اسماء، كابتن حمدي، كابتن فرقه، عندك رويده، هشام، ياسمين، مجموعة كبيرة 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 الحمد لله ربنا كرمنا بيهم، وبشكرهم كلهم، وبشكر مديرين فنيين، مدير جهاز، إداريين، منظومة الناس تعبت، وربنا إن شاء الله يكملها علينا. وكمان يا كابتن، يمكن كنا بنتكلم في أول حلقة كمان الحقيقة، يعني الشيء بالشيء يذكر، أكيد كنا بنتكلم على إنجاز الغطس كمان السنة دي اللي فاجئونا كلنا. أول مرة تحصل بقى من حوالي 10 11 سنة إن إحنا نكسب مرحلة الرجال والسيدات كاس العمومي اللي هم الكبار يعني. ده الحمد لله برضو منظومه ناس كلها بتشتغل الحمد لله. الحمد لله انا بشكر الناس كلها يعني. طب كابتن وائل، يمكن حضرتك اشتركت بقوه في بطولات افريقيا اللي فاتت في التنظيم والاعداد ليها، يعني يمكن اكتسبت من الخبره الكثير الحقيقه يؤهلك دلوقتي ان انت تجهز لبطوله طبعا الاهلي المفتوحه وبطوله الاهلي الدوليه. والله احنا في صدد ان شاء الله احنا بالاتحاد بنتكلم معاه عشان نعمل برضه بطوله افريقيا للانديه، سواء السباحه، ان في انديه في السباحه قويه جدا، في كره الميه في انديه في افريقيا قويه جدا، فاحنا مش اقل من الهاندبول والطايره والباسكت، عايزين بالغير منهم الصراحه، عايزين نعمل حاجه زيهم يعني. بتهيألي يا كابتن يعني نمتلك، نقدر، عندنا البنيه التحتيه قويه، حمامات سباحه في ثلاث فروع الحقيقه، ولا يعني اعلى مستوى. البنيه التحتيه جميله، نادي تحديدا نادي اهلي مدينه نصر فيه مدرجات وستات، يعني حاجه تشرف. عندنا حمام كرة مية في أهل مدينة نصر، حمام سباحة، وعندنا مقومات إن شاء الله بمشيئة الله تأهلنا إن إحنا مش ننظم بطولة أفريقيا، ننظم بطولة عالم وأولمبياد. أكيد يا كابتن الحقيقة، وبشكرك شكرا جزيلا طبعا يا كابتن وائل. بشكرك وبنتفائل بيكوا دائما، وإن شاء الله نكون عند حسن جماهيرنا وأعضائنا ومجلس، بشكر مجلس إدارة، بشكر النشاط الرياضي. ما فيش حد لا يقول جهد ان هو يساعدنا الحمد لله دايما ابدا، يعني دايما ابدا مشرفنا طبعا. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ليك، والف مبروك لحضرتك وكل جهازك. يمكن يعني ارجع لكابتن ثروت، الحقيقه بيبقى روح حلوه لما طبعا. يبقى اعلى راس في الجهاز
متفاهم ومتابع وعارف وعايش الحاله مع كل الجهاز وكل اللعيبه. وبعدين حتى البطوله اللي فاتت دي كان في وقت في البطوله اللي فاتت دي نص الفرقه الكبيره في اسكندريه ونص الفرقه الصغيره في القاهره، وقسمنا نفسينا كجهاز مجموعه في القاهره ومجموعه في اسكندريه، وكان الحمد لله ربنا كرمنا في البطولتين، وحتى اخر بطوله كسبناها باخر تتابع، يعني كانت منافسه كبيره جدا لحد اخر تتابع. مع مين يا كابتن بقى؟ كانت مع وادي دجله. وادي دجله والصيد اتطوروا جامد. وادي دجله في السباحه اطمع، عندهم بنيه تحتيه كبيره وكويسه، وعندهم سباحين كتير وعددهم كتير، ودي في الاخر بتصب في مصلحه المنتخب بتاعي طبعا. يعني طبعا. طب كابتن شايف الموسم الجديد ازاي؟ احنا يعني تمام، ولادنا تمام، سباحيننا وسباحاتنا تمام، محتاجين حد من بره، محتاجين اجهزه جديده، شايف الموضوع ازاي؟ لا هو بالنسبه للمدربين اللي موجودين في النادي الاهلي تقريبا دول احسن مدربين موجودين في مصر، يعني منتقين على احسن ما يكون المستوى الفني والخلقي وكل حاجه. تمام. بالنسبه للسباحين الصغيرين احنا ممكن نحتاج سباح او سباحه يقدر يكمل لمستوى يوصل زي منو ويوصل زي احمد حمدي، لازم يكون سباح بروميسنج وفي المستقبل ان شاء الله يبقى ينفع يقدر يمثل مصر في الاولمبياد، في بطولات العالم، في بطولات افريقيه وعربيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يا كابتن، وطول ما انتم موجودين احنا مطمنين بامانه. الله يكرمك. ولاد النادي الاهلي الحقيقه لا يعني ياكل ولا يمل ان شاء الله، ان شاء الله هنلاقي ميداليه باذن الله عندنا في الاستوديو منورانا اولمبيه في يوم من الايام باذن الله. باذن الله. خليني طبعا اروح لكابتن احمد، يمكن مجهود كبير عليك بامانه بصراحه. الحمد لله. ضغط كبير، عدد كبير من السباحين بيشتركوا بطولات، مجهود معاك، فريق عمل كبير، كلمنا عن الناحيه الاداريه اكتر يا كابتن، كلمني ازاي بتنظم ده؟ طبعا انا كنت عايز ابدا بدايه مختلفه خالص كابتن وائل سبقني بيها، ان احنا كنت عايز ابدا بختام الموسم 2017 2018. الحمد لله احنا المره دي زي ما قال كابتن وائل ما حصلتش ان احنا في بطوله الجمهوريه ناخد 18 كاس من 20 كاس. الحمد لله دي لم تسبق اساسا قبل كده، 18 من 20 كاس. تمام. والكاسين اللي خسرناهم كنا طالعين فيهم كمان الثاني، دايما النادي الاهلي معودنا مركز اول يا اما نبقى خسرانين. فالحمد لله مش بعيد حتى كنا مش بعيد مش بعيد بالظبط. والمرحلتين اللي خسرناهم دول اساسا اللي كابتن سارة بيتكلم عنها كنا بعيد فعلا، يعني جاب واسع جدا بيننا وبين الانديه، كنا مراكزنا الصراحه ضعيفه. على السنتين اللي فاتوا او ثلاث سنين بالتحديد اللي فاتوا بدانا ان احنا نقوم السباحين، المدربين، الجهاز الفني الموجود في النادي يشوف الدفاعات اللي عند السباحين، قدرنا ان احنا نوصل للمركز الثاني اللي هي 2005 كده ما كناش بنكسب فيها اساسا ناخد او مركز ثاني خالص. تطور الحمد لله. يعني بالظبط. طب السنه الجايه نفسك فيها كابتن؟ يعني نفسك نفسي ب 20 من 20 ان شاء الله باذن الله، وده اللي احنا اساسا كنا متكلمين فيه واحنا في البطوله. يعني مع الضغط اللي كنت ان احنا بنتكلم فيه اللي هو زي ما قال كابتن ثروت، ان احنا كان عندنا بطولة الجمهورية مقسمة لشقين، شق في القاهرة بمرحلة 11 سنة وشق مستمر في اسكندرية. تمام. كابتن وائل كان معانا في اسكندرية ويرجع يتابع كرة المية ويرجع يتابع استاد القاهرة، فكان كان مجهود كبير جدا. وطبعا كان المفروض يبقى معانا في البطولة كابتن محمد علام، بس هو كان عنده بس يعني مشاكل صحية شوية منعته ان هو يبقى موجود في اسكندرية، ورغم ذلك كان هو في المستشفى كان يوميا بيتابع معانا النتائج ما بين القاهرة وما بين اسكندرية، متابع معانا لحظه بلحظه لغايه ما الحمد لله. يعني اكتر مرحله كنت قلقان منها وربنا كرمنا فيها ايه؟ اكتر مرحله هو كان في مرحلتين. اول حاجه مرحله 11 سنه احنا كنا متابعينها واحنا في اسكندريه، الولاد والبنات يعني الولاد والبنات كان لاخر لحظه احنا يعني مش معروف مين النادي اللي هيكسب. تمام. فكنا بنتابع المرحله واحنا في اسكندريه لاخر لحظه. تمام. وبلغنا الحمد لله ان احنا كسبنا مع اخر تتابع. لسه بيقول لك كابتن مع اخر تتابع، مع اخر تتابع يعني اللي كان هيكسب اخر سبق هو اللي هيكسب المرحله بالظبط. بلس 90 برضو زي الكوره كده، بلس 92 كمان. النقطه الثانيه تمام، في تتابع في العمومي، تتابع 4% حره. تمام. منو باقي السباحين، هو 4% حره، اربع سباحين بينزلوا سباق المياه حره، معاه ثلاثه كمان. يعني السبق ده بالتحديد احنا ما بنكسبوش على الحسابات وعلى الورق، ان السبق ده ما حدش يكسبه بالارقام، بالارقام بكل حاجه ما نكسبوش. بقيه التتابعات احنا كنا بنبقى حاسمينها يعني. تمام. ان احنا نكسب التتابع ده بروح النادي الاهلي، بالتجمع، بشكل النادي، بتشجيع السباحين لبعضها. لو حضرتك كنت موجود شوف شكل السباحين موجودين ازاي في المدرج، كله بيشيد، حاجه تفرح، حاجه تفرح. كل اللي في مجمع حمام السباحه في نادي سموحه كله كان بيشيد بمستوى النادي، بشكل النادي. تمام. يمكن السباحين نفسهم كسبوا بالتشجيع من بتاع السباحين زمايلهم، هم بيشجعوهم من المدرج وهم في الميه. فدي اساسا عايز اقول لحضرتك، انت لو موجود اولا لازم جسمك يقشعر، لازم تدمع. انت بتتكلم بحماس طبعا طبعا. يعني انا افتكرت الموقف كمان،
كلنا دمعنا ان احنا نكسب تتابع زي ده، ما يعني على اعتقد بقالنا كذا سنه مثلا ما بنكسبوش، تمام؟ وبلحق ورقيا وعلى الارقام ان احنا ما بنكسبش السبع ده، فدي الحاجتين اللي هي فعلا كنت يعني مبسوط جدا بيها. منو طب انت في السبع ده منو كنت اخر تتابع ولا كنت تتابع رقم كام؟ انا كنت السباح رقم 4 المفروض 4 سباحين. انت الفينش معاك؟ انا كنت الفينش، كنا خسرانين فرق سنتين والحمد لله يعني انت نزلت المايه لما نطيت كان فرق سنتين. كان فرق سنتين ما بيني وما بين النادي الثاني بس فالحمد لله نزلنا يعني عوضت الحمد لله. انت المفروض معروف دايما الفينشنج بيبقى اقوى سباح يعني. الفينش بيفنش قوي ده حقيقه وهم مفنشين برضو بحد قوي بالظبط. طيب يعني كلمني عن يعني كلمني عن السباق ده، يعني هو ده اللي عمل البطوله. يعني هو السباق ده احنا كنا نازلينه زي ما كابتن احمد قال، احنا نازلين بالورق قلم خسرانين. كان في سباحين عندنا ما عرفوش يجوا وبتاع، بس الحمد لله يعني بالروح طبعا، كل واحد بيبقى واقف على الستارت لازم يبقى مركز احلى حاجه، مسخن كويس. ده حقيقه. لازم يبقى مركز، لازم يبقى مجهوده كله، مجهود السنه كلها، تعبك تعب والدتك تعب كابتن تعب كل الناس. الناس اللي واقفه بتشجعك. صحيح. النادي بتاعك ده انت نازل تكسب له، مش نازل عشان انت بتنزل سباقات فرديه ليك انت بس. فطبعا انت نازل كل ده، بتنزل طبعا بكل الروح دي، انت نازل تكسر المايه مش نازل تعوم. طب قول لي يا مانو، انت لاعب سباح منتخب طبعا. عندك ايه الفتره الجايه؟ عندك ايه اشتراكات مع المنتخب؟ في بطوله في شهر 6 دي البحر المتوسط. بعد كده ان شاء الله. لا مش اكيد يعني، عشان في تصفيات بالظبط، هي ليها معايير وليها ارقام وليها حاجه كده لازم تتحط الاول. بعد كده في بطوله افريقيا دي شهر 8 ان شاء الله، يعني دي ان شاء الله المنتخب يسافر فيها وانا اسافر فيها. انت سنك صغير ما شاء الله لسه. مش قوي. 20 سنه بس مش صغير يعني. لا لسه ستيل صغير ان شاء الله. طب يعني حابب تروح الاولمبياد؟ حابب تروح كاس العالم؟ طبعا ان شاء الله. في 2019 في بطوله عالم احب طبعا اشارك فيها، دي حاجه طبعا شرفيه وحاجه تبقى اشيفمنت ليك قوي انك توصل لها يعني. وطبعا حلم اي سباح ان هو يشارك في الاولمبيكس، دي بتبقى حاجه صعبه جدا، بتبقى ليها معايير وليها ارقام، وما ينفعش تسافر لو اتنين من بلد مثلا اكتر من اتنين ما ينفعش كده يعني. وايه كات وبي كات. هو مش شخص بعينه، لان طول ما انا حاطه قدامي هيفضل عالي عليا يعني. فانا طبعا اسطوره السباحه مايكل فيليبس يعني، ده حاجه محدش يقدر يتناقش فيها يعني. بس انت شايف ان يعني ده حلمك، حابب تروح وتاخد ميداليه، وشايف ان انت قادر على ده؟ ان شاء الله يعني، ان شاء الله يعني نوصل لها، وان شاء الله بتعب يعني ومجهود. انت عملوا؟ انا في كليه حقوق انجلش. طب يعني كلمني عن التمرين والجامعه، الموضوع ده. والله هو الموضوع بيبقى صعب شويه. صعب ترتيبه طبعا. انك تصحى الساعه 4:30 الصبح عشان تروح تمرينك 5 وتخلص بسرعه، يكون عندك ليكتشر الساعه 8، وبعد كده تخلص ليكتشر الساعه 2 يكون عندك جيم بقى عشان السباحه، وبعد كده بعديها تمرين سباحه تاني، طبعا ترجع الدنيا هلكان يعني. بس حياه حلوه بصراحه. يعني حلو. الواحد بيبقى الرياضي حياته ما فيهاش حاجه ضيعه. دي حاجه اساسيه يعني، انك تكون مميز عن الناس التانيين بحاجه، تكون انت حابب حاجه انت بتعملها، دي حاجه طبعا. فكرت تروح سكولر شيب زي فريده زي؟ والله انا فكرت وجات لي فعلا، بس هو الدنيا ما كانتش متظبطه قوي، لان طبعا والدتي ما قدرتش طبعا. وانا طبعا ما اقدرش اسيبها يعني لوحدها. بس واختي طبعا ما اقدرش اسيبهم، فكان ده عائق بالنسبه لي ان انا اعرف اسافر يعني. غربه، في ناس ما تقدرش تحمل. ده غربه طبعا يعني، انت تقعد 4 سنين بره مش عارف اي حد. عندنا هناك باين، عندنا احمد اكرم تقريبا. فريد اكرم، علي خلف الله، يارا عماد، هاني مورو، عندنا خمسه، عندنا محمد سامي، وهم يعني بيتهيألي بالارقام يعني ممكن نخطف ميداليه في بطوله عالم او حاجه، ولا ايه رايك؟ ان شاء الله. عندنا في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله فريده ممكن تحقق حاجه كويسه، وان شاء الله احمد اكرم ومحمد سامي كان واخد ميداليه في الناشئين، في اولمبيات الناشئين برضو قريب، ممكن يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. وفي في يوسف عبد الله برضو قريب. كلهم عندنا في جامعه واحده ولا في كذا جامعه؟ لا كلهم في جامعات مختلفه، انا مش عارف الجامعات بالظبط، بس هم بتهيألي في كذا جامعه يعني. طب في حد عندنا خرج بالاهلي في اليومين اللي فاتوا او في الفتره الموسم اللي فات او الموسم الموسم اللي فات خرج عندنا محمد سامي وعمر عيسى، راحوا امريكا.
عمر عيسى راح اسبانيا 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 فيها سباحه بتتطور طبعا اوروبا يا باشا مفيش اي هناك عندهم برضو لا هي امريكا هي اوروبا بس امريكا يمكن الموضوع امريكا هي يعني هي الاساس في السباحه في العالم بس دلوقتي اوروبا تطورت قوي والفروقات قلت يعني ما بقتش زي زمان امريكا بتنزل مثلا تاخد 70% من لا اوروبا اتطورت جدا يعني ما عادش طبعا طب قول لي برده يا كابتن احمد يمكن جالك في حته مهمه جدا جدا تنسيق ما بين مواعيد البطولات والماتشات وازاي بتقدر تشوف ان ده هنصك ان هنعمل ايه المعسكرات لان اعداد كبيره السباحين عندنا كتار بتعمله ازاي؟ هو طبعا بخلاف الاعداد الكبيره هو توقيت البطولات ورا بعضه بيبقى فتره قصيره جدا ما بين البطوله وما بين البطوله يعني يكاد يكون ان انت وانت اوريدي شغال في البطوله نفسها بتحضر للبطوله اللي بعدها فالحمد لله احنا عندنا جهاز اداري قوي جدا عندنا زي ما حضرتك احنا يعني دايما كده مع بدايه كل سيزون بنعمل اجتماع للجهاز نبدا نحط الخطه بتاعتنا اللي نشتغل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والجهاز الاداري حدود طبعا رئيس الجهاز ومدير الجهاز بناء على الخطه اللي احنا بنحطها ايه اللي انت عايز توصل له او ايه الهدف بتاعك اللي انت عايز تحققه في خلال السيزون تمام بنحط الخطه دي بنبدا نشتغل عليها كل واحد في الجهاز من اكبر واحد لاصغر واحد عارف دوره عارف ايه المهام اللي هو المفروض يقوم بيها بناء على الكلام ده بنبدا نشتغل والعمليه طبعا بتمشي طول ما انت حاطط بلان وماشي عليها فبتبدا ان السيزون معاك بيبقى على قد ما هو انت بتبقى حاطط ريكوردز للسنين اللي فاتت ما انت محتاج ارقام للسنين اللي فاتت ارقام للعيبه للسباحين للسباحات يعني حتى منه ممكن تبقى متابع ارقام والحاجات دي انت مسجلها ولا المدربين اللي مسجلينها لا طبعا بيبقى متسجله عندنا كداتا كجهاز اداري وبتبدا تمدها للجهاز الفني الجهاز الفني اساسا طبعا زي ما كابتن سراد قال عليك ان احنا تقريبا عندنا اقوى مدربين في مصر تمام بيبقى هو ريدي برده متابع معانا وبيبدا بالتنسيق ما بيننا وبين بعض بنقدر نوصل للهدف اللي حضرتك احنا بنبدا نحطه مع بدايه السيزون عشان نبقى عارفين احنا عايزين نوصل ليه احنا ما بنشتغلش لو احنا بنخلص البطوله نشوف البطوله اللي بعدها وعشوائي وخلاص لا احنا بيبقى عندنا هدف والحمد لله يعني اعتقد المره دي وصلنا له وكله شاف المجهود بتاع الجهاز ان احنا بقول لحضرتك ان انا بطوله الجمهوريه ان احنا نوصل ل 18 كاس من 20 كاس ده مش من فراغ يعني كابتن ثروت الريكورد اللي بيقول عليها الكابتن احمد بتفيدك طبعا انت بتبني خطتك وبتبني تمرينك على اساس اخر ريكورد اتعمل للسباح علم ما ده علم الدنيا بقت علم خلاص ارقام وبقت يعني الموضوع بقى بيخش فيه ديتيلز كتيره قوي مش زي زمان يعني فعشان كده كمان الحمد لله ان احنا المدربين عندنا في النادي يعني بمساعده المديرين الفنيين اللي موجودين بنحاول نرفع مستوى كل المدربين اللي موجودين اكيد اكيد ومنو خليني اسالك برضو يعني حته المنافسه ان انت في السباحه بتنافس حاجتين الوقت بتنافس زمايلك والسباحين اللي ضدك الموضوع ده بيبقى صعب شايف بتقدر تتمرن لده ازاي؟ يعني زي ما قلت حضرتك قبل كده احنا بنتمرن كتير لازم طبعا اعداد كبير جدا ممكن يزيد عن 6 شهور يعني زي السيزون اللي فات احنا اتمرنا تقريبا اكتر من 6 شهور طبعا ده سباحه وجيم وكل حاجه وان انافس حد معايا ده هو صاحبي بره الميه وكل حاجه بس احنا جوه الميه حاجه تانية يعني عايز اتحمل برضو عاوز اتحمل طبعا عايز اتحمل ويبقى عندك زي ما بيقولوا الغل السباح بيبقى هو اصلا انك يكون عندك تحمل تفضل حاطط وشك في الميه وتفضل تتمرن عليها 6 شهور ده لوحده حاجه تانية خالص السباحه يعني. بالنسبه لي عامل زي العاب القوه العاب القوه برضو عايزه تحدي واراده ما مش عارف والله انا بكويس دي لعبه فرديه وسباق هي بس دي فرق على الارض دي في الميه عنيفه لعبه عنيفه وعايزه تدريب هو اكيد يعني والغلطه فيها بتودي حته ثانيه خالص يعني ممكن تتمرن 6 شهور علشان تحسن 20 جزء بس وتبقى فرحان لامس الحيطه مش صحيح فرحان جدا رب ويحافظ عليك ويبعد عنك الاصابات يا رب لان هي الاصابات اخطر حاجه يعني ده حقيقي منو بشكرك شكرا جدا ربنا يخليك وشرفتني وشرفتني والحقيقه يعني مكسر الدنيا ما شاء الله ربنا يخليك حتى كل الجهاز وكل الناس بتتكلم عنك ربنا يخليك نورتني وشرفتني ومزيد من التوفيق ميرسي والله كابتن احمد صديقي العزيز ده ربنا يسلمك ربنا يخليك يا رب شكرا وسعيد بيك جدا جدا والله انا اللي اسعد والله انا احمد اسعد وانا اللي اسعد والله ربنا يخليك عايز اقول لك لا انت كمان اهلاوي من العيار التقيل الحمد لله يعني انت اهلاوي الحقيقه الواحد بيعتز بيه صرف النظر بقى عن يعني كابتن احمد اسعد والقصه دي كلها والسباحه اهلاوي ربنا يخليك انت طبعا انت صديق عزيز جدا ربنا يخليك يا كابتن عيسى شاكر جدا ومبسوط جدا بوجودي مع حضرتك طبعا الشرف ربنا يخليك يا كابتن عيسى انت ثروت نورتني وشرفتني وانجاز كبير وبشكرك وبشكر جهازك ما عنديش اي كلمه اقولها غير كده انا متشكر لحضرتك وانا اتشرفت بوجودي معاك اكيد يا كابتن ده الشرف لينا احنا اتفضل اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان كل نجومنا بقى اتحاد السباحه والرقص ننضم مع بعض وزي ما عودناكم هناخد صوره ديسكاليه مع بعض في النهايه
فاصل قصير وهينضم لكل البطلات وكل الابطال وناخد صوره زي ما عودنا.